بسم الله الرحمن الرحيم. نقدر إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن المايكرو كنترولرز. عشان نتكلم عن المايكرو كنترولرز تعالوا نبدأ الحكاية من أولها. زمان كانوا مفكروا يعملوا مايكرو بروسيسور، كان التفكير تعمل بروسيسور يكون سريع لكن بينفذ أوامر قليلة، ولا نعمل بروسيسور يقدر ينفذ أوامر كتير ويكون أبطأ. يعني من الآخر دلوقتي أنا لو عندي أوامر كتير معنى كده إن أنا هسهل على المبرمج، يعني بدل ما يحتاج يقعد يكتب 10 أوامر عشان يؤدي وظيفة معينة، لا ده ممكن بأمر أو أمرين يؤدي الوظيفة ديت، ولكن الأمر أو الأمرين دول هيكونوا بطاء. الحل البديل، طب انا ممكن اخليهم اوامر بسيطه بس تكون سريعه، بس في الحاله دي المبرمج هيقعد يكتب كتير. يعني هل الاحسن ان احنا نعمل اوامر بطيئه معقده كومبلكس، ولا اوامر بسيطه سريعه، او اللي احنا كنا بنعتبره الخناقه ما بين السيسك والريسك؟ باختصار دلوقتي انت كمبرمج، لو تفتكروا انا في بداية كلامنا عن الاسمبلي كنت بقول لكم ان دي لغة بسيطة، مش معنى كده انها سهلة زي ما احنا عارفين، ولكن هي بسيطة. طب ماذا لو قلت لكم بقى الاسمبلي بجلالة ادو اللي احنا قعدنا نحس انه هو بسيطة، احنا الحقيقة بتصنفه سيسك. لا، الريسك ابسط من كده كمان. يعني مثلا في الاسمبلي انت كان عندك القدرة انك تقول له اد ام كما 3 مثلا، معنى كده ان انت ضغطت على الفاريبل اللي في الميموري اللي اسمه ام، زودت عليه رقم 3. ده كده عند الريسك ما بيعتبروش امر واحد، عند الريسك بيقول لك لا انت كده جايب لي شوية اوامر مع بعض، ده انت المفروض تعمل امر عشان يلود الام، وبعدين امر عشان يقاد التلاتة، وبعدين امر علشان يسيف الام. طب انت كمبرمج يعني تحب تشتغل بانهي اسلوب في الاتنين؟ يعني تكتب اد ام كومة 3، ولا تكتب تعمل لود ام اد على الام 3 ستور الام الجديدة، يعني تكتب بالطريقة دي. طبعا المبرمجين اسهل لهم انهم يشتغلوا بالطريقة الاولانية، بس في المقابل كان الناس بتوع الهاردوير هم اللي بيطلع عينيهم علشان يزود لك على البروسيسور بتاعهم امكانيات قوية تساعدك انت كمبرمج. ففي الاخر كانت العلاقة ما بين هل الشغل هيكون عند الهاردوير ديزاينر ولا عند السوفتوير ديزاينرز اكتر، مع العلم ان الريسك كان بيشترط ان كل امر عنده من اوامره بيكون فان كلوك سايكل، ما عندوش امر بيشتغل على تو كلوك سايكلز، لكن السيسك لا ده ممكن يكون مالتي كلوك سايكل، يعني هياخد كلوك عشان يجيب الانستراكشن، وبعدين كلوك عشان يجيب الداتا، وبعدين كلوك عشان يحسب، وبعدين كلوك عشان يستور. لكن في السيسك في الريسك الموضوع اسهل، هو كل امر من دول بيكون فان كلوك سايكل. بدأت الشركات تتنافس وتتخانق مع بعضها، نعمل ريسك ولا نعمل سيسك؟ ناس يشتغلوا بروسيسورز بريسك، يعملوا بروسيسورز بتاعتهم ريسك، وناس عملوا بروسيسورز بتاعتهم سيسك. وفي الوقت ده كانت مايكروسوفت لحد ويندوز 3.11 بتسبورت انها الويندوز يقدر يسبورت انه يشتغل على ريسك بروسيسور مش لازم يكون سيسك. يعني كانوا عاملين حسابهم ببرنامج كويس وطويل وطلع عينيهم عشان يكتبوه. طيب جت بقى بعد كده انتل راحت مقدمه البروسيسور بتاعها اللي احنا عارفينه دوت از سيسك بروسيسور، يعني بدات مشيت في سكه السيسك وقالت لك انا عملت لك بروسيسور شغال بالاسلوب السيسك ويقدر يعمل لك انستراكشنز معقده. يعني بالنسبه لنا دي كده تعتبر انستراكشنز معقده نسبه للريسك اللي هي ابسط، ويقدر يعمل
انه يقاد على رقم في يقاد رقم على فاريبل في الميموري في خطوه واحده، تخيل. طيب ف الجماعه بتوع الريسك طبعا مسكوش، بدأوا قال لك طب ايه بس ده البروسيسور بتاعهم ده هيبقى بطيء، احنا عندنا صحيح هنكتب ثلاث اوامر بس الثلاث اوامر سرعتهم اكتر من اسرع من البروسيسور بتاعهم. فقعدوا يتخانقوا مع بعض كده لحد ما جت مايكروسوفت وويندوز 95 وقفت التعامل على الريسك، يعني المبرمجين بتاعها استسهلوا وقال لك اذا كان عندي اوامر اهي بتعمل لي الشغلانه حتى لو ابطا شويه مش جريمه، اكتب بس الكود بتاعك يبقى اسهل وتقدر تكتب كود احسن، صحيح هو هياخد وقت اطول شويه بس مش مشكله. طيب ففي الحاله دي بدات الناس اللي بيكتبوا برامج يتجهوا لسكه السيسك، ويقول لك ماشي ما نكتب برنامج يقعد له شويه صغننين زياده بس يسهل عليا في الكتابه، ما اقعدش اكتب كل الاوامر ديت. فنقدر نقول ان الفرق بين السيسك والريسك ان السيسك بتركز شغلهم ان بتوع الهاردوير هم اللي بيشتغلوا اكتر، لكن الريسك بتوع السوفت وير هم المسؤولين عن العمليه ديت. السيسك الامر الواحد بياخد مالتي كلوك، لكن الريسك هو الامر بياخد كلوك واحده. الريسك يقدر يديك انستراكشنز معقده كتير، السيسك بيدي انستراكشنز معقده كتير، الريسك لا ريديوست انستراكشن هو ده اسمه. فريديوس انستراكشن يعني ما يديش غير اوامر قليله ولكنها سريعه، الامر ما ياخدش غير سنجل كلوك وبس. في السيسك اقدر انقل الداتا للميموري، في الريسك او حتى في بعض البروسيسورز ممكن حتى انستراكشن يكون ميموري تو ميموري which was not supported عندنا ميموري تو ميموري دايركتلي، بس يعني اتليست بتعرف تتعامل حتى على الميموري. الريسك لا، ده انت عندك امر عشان تجيب الداتا من الميموري لحد البروسيسور، وأمر تاني عشان يعمل يستور الداتا حتى لمكانها، وأوامر بقى سواء أنت عايز تعمل عليها حسابات أي حاجة، كل حاجة بتكون بأمر لوحده. الريسك بالتالي بياخد بيحتاج إن أنت تكتب له كود كبير، ومش محتاج سايكلز كتير لأن هو كده كده كل انستراكشن بياخد وقت سايكل، لكن السيسك لازم يعني تخلي السايكلز بتاعته عالية انه يشتغل على كلوك سريعه، لانه كل امر بياخد كذا كلوك سايكل، والكود بتاعه بيكون اصغر الى حد ما. طيب لما وصلنا للنقطه دي كنا قلنا خلاص كل المبرمجين لجأوا لسكه السيسك، والريسك ده ما عادش حد عايزه وخلاص مات وانتهى على كده ودفناه، لحد لما حصلت مشكلة. بدأنا نستخدم المايكروبروسيسورز ونعيش معاها لحد ما لقينا ان البروسيسور صحيح بقى بيعمل لي كل حاجة انا نفسي فيها على الكمبيوتر، بس هو انا ينفع اجيب كمبيوتر اركبه على غسالة؟ زي ما قلنا في الاول الموضوع كان صعب، يعني الكمبيوتر حجمه كبير وموضوع كبير قوي ان انا اقدر اعمله وانقله على غسالة او على جهاز على روبوت او whatever، فانا لازم اشوف طريقه علشان اصغر فيها الروبوت واخليه قابل للحركه. وبدات هنا مشكله الباور، فلقينا ان احنا لا ده انا عايز البروسيسور بتاعي اللي انا كنت قلت عندي السايكلز بتاعته دي عايز انزل السايكلز دي تاني نخليها تبقى قليله. فرجعنا تاني لفكره الريسك، ده احنا كان عندنا بروسيسورز ريسك زمان كانوا السايكلز بتاعتهم كانت قليله، صحيح كان بيطلع هنا شويه في كتابه البرامج بتاعتها، بس صوت ما احنا خلاص عندنا دلوقتي بقى في كومبايلرز، اكتب يا عم الاوامر اللي انت عايزها والكومبايلر هيعمل لك الشغلانه ويحولها لك والدنيا هتبقى تمام يعني. فعشان كده رجعنا تاني نفكر في ان الريسك دي هتنفعني علشان اقدر اعمل كمبيوتر صغير او اللي احنا بنسميه مايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر يفرق عن المايكرو بروسيسور فانه هو صحيح كمبيوتر صغير انه بيكون سبيشاليزد، يعني المايكرو كنترولر اللي بيشغل الغساله مش هو اللي هيشغل الثلاجه. ممكن تلاقي مايكرو كنترولر يشغل جهازين ثلاثه، ممكن مايكرو كنترولر زي الاردوينو بتاعنا ممكن تبرمجه ويعمل كام شغلانه، لكن ستيل هو بيكون سبيشاليزد اكتر في مجال معين، واحيانا بنصنعه مخصوص لحاجه بعينها يعني ما عملوش حاجه عامه.
سرعة المايكرو كنترولر بطيئة، إلا إن كده كده أوامره بتكون شغالة، الأمر نفسه قصير إلى حد ما، يعتبر أسرع شوية، ولكن المايكرو بروسيسور على الجانب الآخر أسرع بكتير. يعني المايكرو كنترولر بيكون شغال بكلوك يعني ممكن 1 ميجا ولا حاجة، لكن المايكرو بروسيسور بيشتغل إن جيجا هيرتز. بس عادة الديفايسز اللي بتستخدم المايكرو كنترولر بيكون ما بيفرقش معاها قوي السرعة، زي ما هنشوف بعد شوية في أنواع منه أسرع، بس يعني بصفة عامة هو بيكون أبطأ من المايكرو بروسيسور. المايكرو بروسيسور بيكون واصل عليه حاجات كتير. المايكرو كنترولر هو مش بروسيسور بس، ده هو أصلا الحاجات الكتير دي موجودة جواه. يعني احنا نقدر نوصله إنه جهاز كمبيوتر كامل مش فقط بروسيسور. المايكرو كنترولر بيكون أرخص كتير من المايكرو بروسيسور، بالأخص لما يكونش سبيشالايزد في حاجة معينة. يعني أنت ممكن تجيب مايكرو كنترولر بتاع الغسالة بتاعتك، ويكون هي بيسموها الأي سي هاية، يقول لك أنا عايز الأي سي هاية. هي الحاجة الأي سي هاية دي ممكن يكون مايكرو كنترولر، وممكن يكون سعره 10 15 جنيه، 20 جنيه، على حسب هو بيعمل إيه. طبعا في حاجات أعلى وبتاع، الأردوينو بتاعتنا بتبدأ أسعارها من 80 جنيه، لكن انت لو هتشتري مايكرو بروسيسور فهو هيكون ب 1000 و2000 واسعار، يعني على حسب هو ايه امكانياته. اهم نقطه بقى الانرجي. المايكرو بروسيسور موجود في جهاز، والجهاز واصل بالكهرباء، والكهرباء في السلك ده داخل في الفيشه، والكهرباء ما تمنيش قوي. عشان كده هو عاده بيكون الكهرباء استهلاكه ليها ميديم تو هاي، لكن المايكرو كنترولر استهلاكه في الكهرباء فيري لو تو لو، يعني بيركز قوي انه لازم ما يكونش بيستهلك كهرباء كتير، مش عشان الفاتورة بس، عشان ما ينفعش ان في جهاز هيكون معتمد على بطارية او whatever انه يكون بياخد كهرباء كتير. يبان الموضوع ده قوي ان احنا دلوقتي الموبايلات بتاعتنا فيها مايكرو كنترولر مش مايكرو بروسيسور. اصلا انا حطيت مايكرو بروسيسور على الموبايل بتاعي، ده انا كده هدمر البطارية بتاعته، مفيش، مش هياخد مني حاجة. عشان كده احنا فيه موديلز معينة من المايكرو كنترولرز أقوى شوية، لكنها هي بتتحط على الموبايلز بتاعتنا. هتلاقي الفيندوز بتوع المايكرو بروسيسور انتل واي ام دي، المايكرو كنترولر الادمل زي الادمل ميجا اللي احنا هنتكلم عنها، وكذا شركة تانية. يعني هي ادمل بقت مايكرو شيب، اشتريتها فبقت اسمها مايكرو شيب حاليا، بس يعني الموضوع ده ما يهمنيش. طيب ايه بقى اللي بيخلي اصلا المايكرو كنترولر او الريسك بيشتغل الانستراكشن في كلوك سايكل واحده؟ ايه ده، هو انا مش اساسا محتاج 1 كلوك عشان اجيب الانستراكشن و1 كلوك كمان عشان اجيب الداتا بتاعته؟ يعني دي اقل حاجه، ان انا عايز اجيب الانستراكشن واجيب الداتا، ده اللي اتعودنا عليه، اللي هو البارامتر اللي الانستراكشن ده عايزه. طب ازاي هقدر انفذ انستراكشن في 1 كلوك؟ هنا بقى الفكره، احنا كل اللي كنا بنتعامل معاه كان الفون نيومان اركتكشر. في اركتكشر تاني اسمه هارفارد اركتكشر، ده كان بيقول لك ايه، انا بدل ما هيكون عندي ادرس باص واحد، ديت باص واحد ابعت عليه واجيب منه الانستراكشنز واجيب منه الداتا، ده انا هجيب هيكون عندي تو ميموريز، ميموري خاصه بالانستراكشن وميموري خاصه بالبارامترز، وفي وان سايكل البروسيسور يروح يبعت للانستراكشن ميموري يقول لها هات الداتا الانستراكشن اللي عليه الدور، ويبعت في نفس الوقت البارامترز ميموري يقول لها هات البارامترز اللي عليها الدور. والكلام ده بيجي له الاثنين هيقولوا في نفس الوقت ومن تو باصز مختلفين. طبعا ده معناها انهم هيحتاجوا يعملوا كنترول يونت اعقد عشان تقدر تعمل شغلانه وتهد الداتا جايه لها من طرفين في وقت واحد. في وقت واحد الانستراكشنز والداتا في الهارفارد اركتكشر بتيجي مع بعضها وتتلم عند البروسيسور وتتنفذ، كل ده بيحصل في سنجل كلوك. لكن عند الفيرنيومال اركتكشر زي ما خدنا قبل كده، ببعت للميموري هات
الانستراكشن انا ليك دور، بعدين ابعت له اقول له طب هاتي لي البارامتر الاولاني، طب في بارامتر تانية يا جدعان طب هاتيه لي والكلام دوت. لكن في الهارفارد اركتكشر من يوم ما كنا بنعمل الكلام ده في الهارفارد، لا ما بنعملش كده، انا بقول للديتا ميموري هاتي البارامتر اللي عليه الدور، للانستراكشن ميموري هات الانستراكشن اللي عليه الدور، ده بيجي لي من باص وده بيجي لي من باص، اتجمع عندي ونبدا التنفيذ مباشره. طيب بدايه التفكير في المايكرو كنترولر، زمان كنا بنستخدم الفاكيوم تيوب كحاجه يعني عشان نعمل بيها سيستم، وكان الحقيقه حجمه بيفرق معانا قوي. في فاكيوم تيوبس ممكن تلاقي فاكيوم تيوب طولك كده، بعد كده قدرنا نصغره شويه فبقى ترانزستور، بدأنا نجمع ترانزستورز في حاجة أصغر فبقت اللوجيك جيتس، وبعد ما كنا بنعمل الشيب دي كده از لوجيك جيت قدرنا نوصل إن إحنا نحط كمبيوتر كامل از مايكرو كنترولر على بعضه ونقدر نستخدمه. فاللي انتوا شايفينه في آخر واحد ده مايكرو كنترولر، ونقدر نعتبره از كمبيوتر كامل بيعمل مهام كمبيوتر على بعضها. نقدر عشان كده نقول ان المايكرو كنترولر هو ميني كمبيوتر. هو في الاخر انت بتبرمجه علشان يؤدي وظيفة محددة. خد بالك هو مع انه ميني كمبيوتر بس هو سبيشاليزد قوي، يعني مش هتقدر تجيب المايكرو كنترولر بتاع الغسالة عشان تخليه يعرض فيلم مثلا. يعني الحقيقة هيبقى الموضوع صعب كتير قوي عليك ده ان كان ينفع، بس يعني هو بيبقى سبيشاليزد في مهمه محدده بعكس المايكرو بروسيسور. طيب في الاركتكشر بتاع المايكرو بروسيسور، احنا كنا لو عايزين نقسم السيستم بتاعنا، ان المايكرو بروسيسور بيكون واصل على السيستم باص، والسيستم باص ده بيكون راكب عليه الكلوك والرام والديتا ستورج واي حاجه، ولو في بقى بريفرنس باص اللي هي على وصل على الديتا باص او على البورتس، سواء بقى وصل لك كابل ايثرنت هتركب عليه داك اي دي سي يو اس بي سيريال بريفرال انترفيس، اس بي اي دي اختصار سيريال بريفرال انترفيس اللي هو السيريال يعني سيريال بورت او ما يوازي يعني حاجه بعد عليها الداتا سيريالي. فهتلاقي ان الكلام ده كله انت بتركب ديفايسز على بعض، انت ماسك في ايدك المايكرو بروسيسور، ماسك في ايدك الداك، ماسك في ايدك الاي دي سي، وتركب ده على ده وتوصل اسلاك والكلام دوت عشان تعمل جهاز الكمبيوتر بتاعك. المايكرو بروسيسور مجرد وحده في السيستم ده. لكن لو قلنا بقى المايكرو كنترولر، لم بقى يا عم كل الكلام ده وهتعلي كده على بعض، الزقهم كلهم على بعضيهم، ده كده المايكرو كنترولر. فالمايكرو كنترولر هو السيستم كله، جوه بروسيسور، جوه رام، جوه الكلوك بتاعته، جوه ديفايسز سنسورز، احيانا جواه ما يوازي الهارد ديسك حاجه زيه، روم فلاش ميموري، بيكون جواه رام، بيكون جواه سيستم على بعض تقدر توصل عليه ويقدر يعمل لك شغلانه كبيره جاست في سنجل شيب. تقدر تلاقي ان المايكرو كنترولر ده موجود عندك في كل حاجه تقريبا، من اول الثلاجه، التلفزيون، المسجل، الكاميرا، البرينتر، التليفون، ممكن تلاقي حتى كذا مايكرو كنترولر في نفس الديفايس. وممكن تلاقي انت مثلا يعني لو عديت المايكرو كنترولرز اللي في اوضتك، ممكن تلاقي 10 15 مايكرو كنترولر على الاقل، ده باعتبارك اوضتك ما فيهاش يعتبر اجهزه كتير. واحد مره كان واقف في ندوه وبيتكلم فبيقول انا دلوقتي عدد المايكرو كنترولرز اللي معايا وانا واقف بطولي دلوقتي حوالي 15 مايكرو كنترولر، بدل ان في اتنين جوه المايك، واحد مسؤول عن تحسين الصوت، وواحد عن بيبعت للتكبير الصوت، في جيبه موبايل، في معاه الماوس بتاع الليزر، في شوية حاجات، كل واحد كان فيه مايكرو كنترول، فعددهم كبير يعني. لو انت بصيت مثلا على غسالة بتاعتك، ممكن تلاقي فيها المايكرو كنترولر بتاعها كذا تشيب، وكل واحد بيعمل شغلانة محددة، مش لازم يكونوا بيعملوا مالتي تاسك. فيعني مثلا لو في زرار داس عليه بتاع ستارت بتاع الغساله، المايكرو كنترولر يعرف ان ده اتداس، يروح باعت امر للريلي عشان
يشغل الموتور بتاع الغسالة فتشتغل، وفي نفس الوقت يحسب الوقت، يحسب البرنامج، كل الكلام دوت، أو يكون كل التاسك من دي ليها مايكرو كنترولر خاص بيها. لاحظوا إن طبيعة المايكرو كنترولر، صحيح هو كمبيوتر لكن إمكانياته ضعيفة عشان يكون رخيص، عشان برضه بيبقى مقابل إنك تخلي السيستم بتاعك معقد وبيعمل كذا تاسك، اللي لو التشيب دي اتحرقت لأي سبب هتبقى غالية، الشخص اللي هيبدلها هيدفع كتير. لكن لو عندي كذا تشيب صغيرين وواحدة اتحرقت عادي، يعني نخلعها ونجيب بدلها واحدة المفروض تكون رخيصة. فده مثلا بتاع المربع ده، ده المايكرو كنترولر. ده مايكرو كنترولر موجود في عربية بويك ريجال. الحقيقة البورد دي اللي انت شايفينها مليانة مايكرو كنترولرز، نقدر نشاور على كذا واحد فيهم. يعني هتلاقي في حاجات خاصة بالداشبورد اللي هي بتطلع للسائق، في حاجات بتطلع عشان الفرامل، عشان عمليات معقدة زي عمليات الاشتعال بتاع الموتور والحاجات دي، فانت هتلاقي البورد مليانة مايكرو كنترولرز. حاجة زي الروبوت اللي كنت وريته لكم في الأول، ده كان الحل القديم اللي بنحاول نستخدمه، إن إحنا حاطين جهاز كمبيوتر على بعضه، واللي بدأنا نستبدله بمايكرو كنترولرز أصغر عشان تقدر تتعامل مع السنسورز والحاجات اللي موجودة فيه. طيب، معنى كده إن المايكرو كنترولر منتشر في حياتنا، أوكي إحنا عرفنا الكلام ده، لكن الحقيقة أنا ليه بقول لك الكلام دوت؟ عشان أقول لك إن المايكرو كنترولر دي أنواع كتير وإمكانيات كتير ومختلفة عن بعض تماما، يعني كل واحد انت بتصممه حسب انت عايز امكانياته تكون بتعمل ايه، فما تقدرش تقول انه زي اجهزة الكمبيوتر كده. انا يعني انت لو انت مثلا عندك جهاز ابل وعايز تنقل عليه حاجات تبع الويندوز، بتحتاج بقى فيرتشوال ماشين وحاجات دي، وتقعد تشوف هتعمل ايه عشان تنقل داتا من هنا لهنا، في حين في الاخر اجهزة كمبيوتر. لكن ما بالك بقى بحاجة بقى سبيشاليزد في التاسك، عشان كده لازم تكون حاطط المعلومة دي في بالك واحنا شغالين. انا بتكلم على حاجة بتكون عادة التاسك بتاعها سبيشاليز، وايفن حتى لو كانت حاجة جنريك زي اللي هنشوفها زي الاردوينو او وات ايفر، فهي ستيل برضه مش على قوة البايب بروسيسور زي ما هنشوف دلوقتي. وفي العادي انا مش عايزها تكون قوية، اصل قوية معناها غالية، انا مش عايزها غالية، ده الاهم بالنسبة لي. لكن المهم ان انت هتحتاج تبرمجها، زي ما قلنا كانت مشكلتنا قبل كده ان الديفايسز الريسك كانت صعبة على المبرمجين، لكن خلاص دلوقتي في كومبايلر، فاكشولي انت خلاص اتعتقت من المشكلة دي، وهتكتب عادي كود زي السي بلس بلس اللي انت تعرفها، مش هتحتاج تنزل ليفل المعقد اللي هو بتاعها عشان تديها الاوامر، لان هي الحقيقه ما بتاخدش اوامر زي المايكرو بروسيسور العادي، ده مش زي الاسمبلي العادي بتاعنا ده. طيب، فالمهم ان هو بيشتغل على حسب الكود اللي انت هتكتبه. انت بتكتب الكود بتاعك بلغه سي عادي، في اي دي اي هيشوف لك اذا كان في ايرور في الكود بتاعك، وبعد كده المفروض انك بتحط الكود بتاعك بتحرقه على التشيب باستخدام البروجرامر، والبروجرامر ده اللي هو الهاردوير يعني بتاع البرمج، بيبقى حاجة شكلها زي كده اللي موجودة في الشاشة قدامنا ديت، بتحط عليها التشيب وتبرمج. طيب، دلوقتي بقى في تشيبس بتتباع وبيبقى مديلك معاها البروجرامر بتاعها راكب عليها، وحاطط لك كمان حوالين المايكرو كنترولر شوية ديفايسز تانية. ده انت مش ادالك المايكرو كنترولر ده، يعني ادالك شوية حاجات تساعدك حتى في الشغل بتاعك. فلما نيجي نستخدم مايكرو كنترولر، فاحنا هنلاقي ان هو ليه انواع كتير للباكجينج، اربع انواع للباكجينج. في دول الاين باكجينج، ده بيبقى عامل شبه الاي سي العادية كده، بتدخله وتحطه زي في البريد بورد اللي احنا عارفينها اللي هي البيضة ديت، اللي هو بتاخده تغرسه كده في الأسنان في الفتحات بتاعتها،
ده يعني بيبقى مجرد للاستخدام في حاجات صغيرة. السمول ايت لاين اي سي ده بيبقى شبه الديب، بس الحقيقة ان الاسنان بتاعته انت بتلحمها، يعني بتبقى طالعة كده عشان انت تلحمها في البورد مش عشان تغرزها فاتحة. وفي منه الكواد فلات باكج الكيو اف بي، ده بيبقى الاسنان طالعة من الاربع اتجاهات. طيب افرضنا الاسنان زادت قوي عن كده وانت عايز تعمل ديزاين بعدد من الاسنان كبير للبايك كنترولر بتاعك، فهنا بنضطر نلجأ للبي جي اي بول جريد اري. بول جريد اري دي بيبقى زي ما انتم شايفين هنا في الشاشة اخر واحد الاخضر دوت، بيبقى عبارة عن شوية دوائر صغيرة كده انت بتلحمها من تحت في البورد بتاعتك. ده يقدر يديني لحد 100 بن، لكن الكيو اف بي 32 بن، السونيك 18 بن، الديب اللي قدامها ده 8 بن. طيب ازاي بقى نختار المايكرو كنترولر بتاعك؟ انت كمهندس تفرق عن اي واحد موجود في السوق اخد له دورة اردوينو مثلا وهيبدأ يشتغل عليها، هوب انا بعرف اشتغل في امبيدد سيستم. لا سيادتك، انت لازم بقى تبص دايما للموضوع من وجهة نظر مهندس، يعني انا ازاي اختار المايكرو كنترولر بتاعي بحيث انه يؤدي المطلوب منه وبتكلفة معقولة. فعلشان نقدر نحدد الموضوع دوت يبقى لازم ناخد شوية معلومات عن النظام بتاعي. يعني مثلا لو احنا بنتكلم على النظام بتاعي، لو تخيلنا ان انا عندي نظام هاتشر، الهاتشر ده يعني اللي هو بنحط فيه البيض بتاع الدجاج علشان يفقس كتاكيت، مش عارف اسمها ايه بصراحة بالعربي، بس يعني هو المفروض بيكون بيحافظ على ان البيض محطوط في درجة حرارة معينة، يعني لو فرقت حاجة بسيطة يعني نص درجة ولا درجة مش فارقة، بس لازم تكون محافظ عليه دافي يعني في درجة حرارة معقولة اللي هي كأنه محطوط تحت الفرشة. طب بس مش بس كده، الحقيقة انه كمان لازم يكون بيتهز. الفرخة طول ما هي قاعدة على البيض بتحركه وهي بتقعد وهي بتقوم، فالهاتشر لازم يحاكي الأكشن ده، أصل الكتكوت هيطلع ضعيف، ويعني لو ما تهزش الهزات اللي كانت الفرخة بتهزها له طول ما هي بتقعد وتقوم من عليه الكتكوت بيكون ضعيف، هم يعني بيقولوا كده. فعشان كده كان مطلوب مننا هتعمل نظام هاتشر فلازم يستوفي الشروط دي، شوية إن يكون في ضغط معين عليه، يكون في حركة معينة، حركة بسيطة كده بتحصل كل فترة، لازم تهز البيض، لازم تحافظ على درجة حرارة معينة فيه. طيب في النظام زي ده لو احنا بنقول على درجة الحرارة يبقى انا محتاج تمبريتشر سنسور. طب بس يعني هو هنا قال لي خد بالك انا ما يفرقش معايا قوي درجة حرارة لو هزت نص درجة ولا درجة عادة، يعني which means ان لو تمبريتشر سنسور اكيوريسي فيه درجة ويمكن الحقيقة حتى لو اتنين برضه مش مشكلة قوي، مش هيحصل كارثة يعني. طب والمفروض ان الموتور اللي هيحرك البيض دوت يعني بيديله هزة كده بسيطة كل شوية، الهزة دي لو زادت سنة قلت سنة برضه مش كارثة يعني، احنا بنحاول نحجي يعني دجاجة في الآخر يعني مش مشكلة. طيب فالعملية هنا فليكسبل معايا، لكن تعالى نبص بقى على سيستم تاني، التانية فيه أصعب شوية. دلوقتي الناس اللي بتشتغل في تقطيع الخشب كانت بتقابلهم مشكلة لو هيجي يقطع لوح من الخشب وصباعه جه عند سن المنشار، ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي حصل هنا بقى؟ لو خدت بالك هو هنا حاول يقطع وحط السوسيس ده كأنه صباعه يعني مضاد بشرايين بصباعه، وبيوري لك ايه اللي حصل اول ما الصباع دوت لمس السن المنشار. احنا عايزين نضمن ان الصباع البني ادم ده لو جه ناحيه سن المنشار
المنشاه يقف ويمنع انه يقطع. خد بالك المنشاه عمال يقطع في خشب، لكن اول ما يحس بصباع البني ادم دوت المفروض ان هو يقف. بص معايا كده، هو دلوقتي عمال يقطع في الخشب، هوب ايه اللي حصل؟ اول ما شاف الصباع اتسحب. ايه اللي خلاه اتسحب؟ في فرامل تحت حست ان صباع البني ادم ده دخل وهيلمس. بص مع اللمسه دي هنا المنشار حس بوجود صباع البني ادم، فظهرت الفرامل اللي تحت علشان بسرعه تروح مفرمله المنشار وسحباه منزلاه تحت تحت الترابيزه خالص، وبعدها خالص على ايد البني ادم اللي هيلمسها. طب ايه السنسور اللي عمل الموضوع ده؟ الحقيقه احنا هنا كنا اللي بيعمل السيستم ده كان بيلعب على نقطه ان الانسان في جسمه شحنه صغيره، مع اول لمسه ليك لسن المنشار الشحنه اللي عندك لمست عدت في المنشار فخليته يقف. فبالتالي احنا هنا ما كانش ينفع نحط سنسور عادي، يعني ما ينفعش تقول لي احط سونار سنسور مثلا ولا اي بتاع اللي هو يشوف اصل البني ادم معدي، انا هعرف منين ده بني ادم ولا ده خشبه؟ لاحظ ان انا عايز اعدي الخشبه وامنع صباع البني ادم انه يتقطع، لكن الخشبه تتقطع، فاي حاجه بتعتمد على القطع مباشره مش هتنفع. لازم ان انا اعتمد على حاجه تكون يختص بها الانسان دونا عن الخشبه. فهنا اعتمد على شحنه جسم الانسان، انك مع مجرد ما يشوف الشحنه دي هيروح ساحب الموتور ونزل لتحت. طب خد بالك بقى هنا من السنسيتيفيتي في الموضوع، احنا هنا بقى مش بنهز بيضه عشان تطلع لي كتكوت، لا ده صباع بني ادم هيطير. يعني هنا انا بتكلم في حاجه انا هلعب على اني ابدا شغلي بعد ما صباع البني ادم يلبس المنشار، فانت متخيل انه بالفعل هيكون لابسه، لكن ازاي اقدر اسحب قبل ما يكون قطعه؟ يعني هو يلبسه بس اللمسه الاولى، فعشان كده كان لازم الفرامل اللي بتبني تحت دي تكون بسرعه بتسحب المنشار، حتى هي ما بتوقفوش الاول، ده بتنزله تحت الخشب الترابيزه وبعدين تخليه يقف عشان بس تسحبه من وش البني ادم ما تخلوش يقطعه، وتنزل تحت تفرمله خلاص، ومجرد ما انت يعني السيستم واقف عادي بتروح تبدل الفرامل ديت وخلاص وتركب واحده تانيه وتكمل السيستم بتاعك عادي خالص. فهنا السنسيتيفيتي بالنسبه لي حساسه، يبقى مش اي مايكرو كنترولر ينفع في اي حاله. في الحاله الاولانيه المايكرو كنترولر عمال يقيس درجه الحراره، لو فاتته شويه عبال ما يرد ويغيرها في حاله الهاتشر مش ازمه قوي، يعني مش كارثه. لكن في الحاله الثانيه لو مايكرو كنترولر اخذ وقت من ساعه ما احس بلمسه المنشار لصباع البني ادم على بال ما يدي امر للفرامل انها تبدا تفرمل، يبقى كده في مشكله حصلت والراجل ده خلاص صباعه طار. طيب يبقى معنى كده احنا كمان لازم نفكر هو السنسور ده معمول ازاي؟ يعني ما كانش ينفع ان احنا نقول احنا عندنا سنسور وخلاص، ده انا لازم تفكر في تصميم السنسور نفسه، مش اي سنسور بينفع في اي حاله. هو السنسور ده عملوه ازاي؟ يعني احنا شفنا ازاي قدرنا نصنع سنسور علشان يحس بصباع البني ادم. طيب احنا عارفين ان في حاجه اسمها جهاز ديتكتور سنسور، تفتكر الجهاز ديتكتور سنسور ده بيشتغل ازاي؟ الحقيقه المفروض ان انا عندي هنا اوضه اللي هي تشامبر اللي هي بتاع البيضه دي بتبقى اوضه كده مخرمه وجواها هواء، والمفروض ان الهواء ليه نسبه توصيل للكهرباء معينه، في طرفين عاليه فيها يعني المفروض ان الكهرباء بتعدي من طرف وتعدي في الهواء وتوصل للطرف الثاني. طب الشامبر دي الاوضه دي اللي هي بتاع المربعه البيضاء الاسطوانيه ديت الفضي دي لما بيدخل لها غاز بتبدا الغاز ده بيأثر على كثافه الهواء اللي موجوده جواها، فبالتالي بيأثر على كميه الكهرباء اللي هتعدي، او يعني بيمثل ريزيستنس فيخلي الكهرباء اللي هتعدي من طرف لطرف
تقل بحسب الغاز ده كثافته قد ايه، فيبدأ يحس ان في غاز موجود جوه. طب الحقيقة احنا مش بنعرف ان في غاز موجود جوه، لا احنا كل ما في الامر ان انا باخد البتاع دي اركبها عندي واقيس الكهرباء اللي جاية منها، ابعت لها كهرباء واستلمها منها تاني واقيس الكهرباء اللي جاية لي منها، فعلى حسب كثافة الهواء اللي موجود جوه انا بيجي لي الكهرباء اللي هي منها انا بستنتج هو في غاز جوه ولا لا، وعشان كده بنسميها جاز ديتكتور سنسور. فبالتالي انت ما ينفعش انك تاخد سنسور كده وخلاص وتقول يلا هوب السنسور ركبه وشغال والدنيا شغالة تمام. لا ده انت لازم تفكر، مش يمكن اصلا انت لو بتعمل السيستم بتاعك ولقيت سنسور غالي في السوق ممكن تستبدله بسنسورز تانية. كانت احد الافكار في مرة يمكن قلت لكم عليها، الناس اللي حاولوا يعملوا سنسور علشان يعرف ان الصباع متني ولا لا، هو الحقيقة لما راح يجيب السنسور ده لقى غالي، اللي هو كان 150 جنيه تقريبا، عشان المفروض يحط سنسور عصاية كده على الصباع يعرف بيها صباع البني آدم التاني ولا لا، عشان ياخد بس أكشنز من الصوابع يعني. فكان التفكير قالوا طب خلاص احنا بدل ما نجيب دوت احنا نجيب تيوب لونه أسود ونحط لمبة في ناحية من التيوب وعلى الناحية التانية لايت سنسور. اللايت سنسور ده كان لايت ديتكتور، ده حاجة كده كانت أيامها بنص جنيه يمكن جنيه، دلوقتي هتلاقيه ب 2 3 جنيه حاجة صغيرة يعني، ولمبة ليد داية كده من اللي هي برضه يعني مبلغ قليل. وبقى بالتالي لو الصباع اتنى فاللايت التيوب هيتني، فاللايت مش هيوصل لللايت سنسور، فالدنيا هتضل من جوه التيوب، فاللايت سنسور يقول ان مفيش نور، لكن لو الصباع مفروض النور هيوصل لحد اللايت سنسور فاعرف ان كده في نور وان الصباع مفروض. صحيح انا مش هقدر اعرف الصباع متني بزاويه قد ايه، بس مش مهم، الابلكيشن بتاعتي ما كانش محتاج اعرف ان الصباع متني بزاويه قد ايه، كنت اعرف المتني بس ولا مفروض وخلاص. ففي حالة زي دي استبدلنا، كان السنسور واحد ب 150 جنيه ممكن يكون بعد اللي عملوه ده ما تكلفش 5 6 جنيه يعني. طيب فانت لازم تكون برضه فاهم السنسورز دي شغالة ازاي، مش حاجة عمياني وخلاص. اوكي طيب انا دلوقتي عايز عرفت السنسورز بتاعتي، طب بالنسبة بقى للمايكرو كنترولر اللي انا هستخدمه، عايز اسيلكت مايكرو كنترولر عشان استخدمه، فلازم اخد في بالي شوية حاجات. احنا مش هنقول انت تختار ايه، انما هنقول ايه العوامل اللي لازم تاخدها في بالك بس وانت بتختار. الموضوع بيختلف من سيستم لسيستم يعني، هل انت مثلا عايز واي فاي مديول عليه ولا انت هتحتاج تشتري له واي فاي مديول، هل عايز بلوتوث مديول امبيدد فيه ولا تشتري له واحد عليه فلاش ميموري، هل انت محتاج اي او بورتس كبيرة، هل انت محتاج جرافيك يونيتس، جرافيكس يونيت لو انت مثلا هتحتاج الكنترولر بتاعك مثلا عشان تركبه في موبايل فانت محتاج جرافيكس يونيت حاجة عالية، هل احنا محتاج سيريال بريفرال انترفيس اس بي اي اللي هو سيريال يعني، عايز يو اوت، عايز اي سكوير سي، دي هنشوفها ايه موضوع الاي سكوير سي دي بعد شوية، الباسس بتاعه هل انت عايزه الداتا باس بتاعته 8 ولا 16 ولا 32، طبعا كل ما الداتا باس بتاعته اكبر تقدر تبعت داتا اكتر في وقت واحد، الريجستر سايز قد ايه، البوتس بتاعته قد ايه السايز بتاعها، في الادس باس بتاعه ايه، الاوسيليتور فريكونسي بتاعته قد ايه يعني الكلوك فريكونسي يعني قد ايه الكلوك اللي هو شغال بيها. طبعا كل ما الكلوك فريكونسي تزيد كل ما كده يعتبر انه هيبقى اسرع، الا ان انت طبعا كتبت له كود يبطئه يعني، يعني برضه بتعتمد اكتر على الكود اللي انت تكتبه. الباكجنج سايز برضه ممكن يفرق معايا، لان انا حسب انا مش معقول اجيب مايكرو كنترولر كبير عشان اكون اركبه في ديفايس صغيره يعني، ما ينفعش تكون هتعمل مايكرو كنترولر لفراشه مثلا عشان يستيميوليت فراشة وتروح تجيب مايكرو كنترولر زي الاردوينو بورد اللي معاك ده يعني حاجة كبيرة كده. برضو لازم يهمنا الباور كونسامشن، هو بياخد كهرباء ولا لأ، الكهرباء اللي بيستهلكها قد ايه، لان برضو تفرق المايكرو كنترولر دوت انا هحطه على حاجة واصلة بالفيشة يعني مكنة واصلة بالفيشة عادي ولا حاجة هتكون شغالة على بطارية، الرام والروم بتاعته السايز بتاعها قد ايه،
طبعا كل ما انت تكون احسن كل ما يكون بالنسبه لي احسن، لكن هيكون سعره اغلى. ما تستخدمش حاجه ملهاش لازمه، يعني لو تقدر توفر وفر على قد ما تقدر. فطبعا وده معناه ان انا لازم يهمني برضه الكوست بير يونت، يعني في الاخر الواحده فيه بكام. ما هو انا زي ما هعمل ما هستخدم الكنترول عشان اطلع البرودكت بتاعي، لازم اكون سعر البرودكت بتاعي تنافسي يقدر ينافس اللي موجود في السوق فعليا. وهل المانيفاكتشر بتاعه موجود متاح، يعني لو حصل فيه مشاكل اقدر ارجع لحد، لو عايز احدث السيستم بتاعي اقدر استخدم نفس الباك كنترولر من نفس الشركه بس نسخه احدث نسخه اكبر وات ايفر، يكون عندي امكانيات ان اقدر اجرب فيه، يعني اقدر ديفلوب عليه، يكون عندي انستراكشن سيت واضحه اعرف انا بكتب له ايه، ليه سيميليتورز او ايميوليتورز موجودين، هو بيشتغل محمول ولا فيكسد، هل انا محتاج السيستم بتاعي يكون المايك كنترولر ده محمول، في محمول يعني الديفايس نفسها تكون بتتحرك في وصلة بطارية ولا فيكسد، ممكن عادي ان اكون موصله في فيشة، التمبريتشر اللي بيشتغل فيها، لان برضه لو انا هشتغل هحط مايكرو كنترولر هو سيستم يعني وتحت درجة حرارة عالية، فأنا لازم أكون عارف هو بيستحمل لحد التمبريتشر قد إيه، والمويتشر الرطوبة بتاع الجو برضه، كل الحاجات دي اللي لازم أحطها في اعتباري علشان يسهلوا علينا الموضوع دوت. فأكمل أو اللي هي حاليا مايكرو شيب، عاملين حاجة اسمها مايكرو كنترولر سيلكتور على الموقع بتاعهم. أنت بتخش تدخل على الموقع تلاقي ان هم عندهم مايكرو كنترولرز كتير، هم عاملين حاجات كتير، والحقيقه انت ممكن تعمل لنفسك واحد كاستمايزد يعني، بس يمكن مش هتعمله وانت هنا في مصر بس يعني، او يعني مش اي حد بيعمله. في ناس في شركات هنا ستيل في مصر بتعمله بس، لكن هم عندهم مايكرو كنترولرز كتير بسبيسيفيكيشنز كتير مختلفه، فانت بتحتاج تختار البارامترز اللي انت عايزها بتاعته، انت عايزها هو كام بولت، عايز شغال على كلوك قد ايه، الداتا باس بتاعه قد ايه، كل الامكانيات دي بتختارها لحد ما يجيلك المايكرو كنترولر وتعرف سعره وتشوف هل ده كده ده كويس بالنسبه لك، وتختار ايه الاحسن بالنسبه لك حسب السيستم بتاعك. زي ما شفنا هما فارقين كتير عن بعض. في عندنا ثلاثة كاتيجوريز، كورتكس. كورتكس دول مجموعه من المايك كنترولرز، هم مش كل المايك كنترولرز، في انواع تانية، ولكن كورتكس مثلا دي كمثال عندها ثلاثه كاتيجوريز او ثلاثه فاميليز اللي هم اي ار ام، كورتكس اي، كورتكس ار، وكورتكس ام، او اللي احنا بنسميهم الارم، كورتكس ارم يعني. كورتكس اي دي القوي الغالي، يعني ليه امكانيات عاليه ولكنه غالي، بيسمح بمالتي ثريدد، تقدر تعمل عليه كذا يعني شغل في ثريدنج والكلام دوت، ده بتلاقيه في الراسبري وتلاقيه في السمارت فونز، يعني ده بينفع ده ايه دي اللي هي ابلكيشنز بروسيسورز، يعني يقدر يشغل ابلكيشنز ويقدر يكون واصل عليه انترفيسز مع ادا في اس دي، مايكرو اس دي، يو اس بي، واي فاي، ايثرنت، الحاجات ديت، فتقدر تستخدمه في الموبايل فونز بتاعك على الاندرويد يعني او الحاجات ديت. طب تاني ايه؟ تاني واحد الار، ريل تايم. ده اهم ميزه فيه انه الريسبونس تايم بتاعه سريع جدا. هو الحقيقه مفيش حاجه اسمها ريل تايم بجد، يعني احنا اي حاجه لازم لها وقت عشان تحصل فيه، يعني من ساعه ما الاكشن يحصل هيحصل وقت، هياخد وقت على بال ما يرد، ولكن ريل تايم احنا بنقوله لما يكون الوقت ده قليل قوي، فنقول تقريبا بيحصل ريل تايم، يعني تقريبا بيحصل في نفس وقت دوس الاكشن، الايفنت ده حصل فالريسبونس حصل في الوقت المقابل ليه. ده نلاحظ انه مش غالي، هو مش غالي قوي يعني مش زي التاني، صغير، يمكن ما يعرفش يعمل شغل معقد الا انه هيعمل التاسك بتاعته ان ريل تايم، الريسبونس بتاعه بيكون ريل تايم، بينفع حاجات حساسه يعني بريكنج سيستم بتاع الفرامل بتاع العربيه، فانت مش عايز تدوس
وتقعد بقى تستنى عبال ما الفرامل تتبعت لها امر عشان تفصل السيستم بتاع الايرباج، الحاجات اللي ممكن تكون بتتحكم في الانجن والحاجات ديت، الحاجات اللي هي تكون حساسه هو امكانياته مش قويه. يعني لو تلاحظ مثلا الايرباج عشان تخلي الايرباج بتاع العربيه تطلع هم شويه شو صغيرين، فهو ما يعرفش يكتب برنامج كبير عليه، انت مش هتقعد تكتب عليه برنامج جبار، ولكن هينفذه بسرعه. يعني اول ما الشروط دي هتحصل هو على طول هيكون راضي عليك. اخر واحد معانا وده اللي تقريبا الناس كتير بتستخدمه هو الكورتكس ام. خلي بالك كورتكس اي ار ام دول كلهم مجموعه الكورتكس، احنا مش شغالين الكورتكس، احنا شغال بحاجات تانية، ولكن كورتكس دول مشهورين. يعني كورتكس ام دي بتشتغل اكتر للمايكرو كنترولرز، دي بقى الغلبان بتاعهم سنجل ثريدد، معمولة عشان تكون رخيصة، تقدر تكتب عليها كود بتاعك بسيط يعني، وتقدر تكتب عليها كود بتاع مايكرو كنترولر ينفع يركب في حاجات كتير، ودي عشان كده بنستخدمها كتير في المايكرو كنترولرز. نقدر نوصل عليها ديفايسز وسنسورز والحاجات كده، لكن هي بس مشكلتها ان انا كل حياتي بتكون جوه وان ثريد، ما ينفعش اعمل مالتي ثريد، يعني ما ينفعش اشغل كذا ثريد في نفس الوقت. احد المشاكل اللي كانت ظهرت بسبب الموضوع دوت ان كان في وقت ما مايكروسوفت عملت مايكروسوفت زوم جهاز كده شبه الايبود، كانت عايزه تنفذ بيه الايبود بتاع ابل يعني، بس الجهاز ده كان شغال بكورتكس ام، كورتكس ام سي ام زيرو، ولان كورتكس ام سنجل ثريدد كان في السوفت وير اللي مكتوب على الجهاز ده كان في مشكله ان في اول ما الجهاز بيفتح عايز يعرض التاريخ، فبيكون مخزن التاريخ عنده على شكل ايام، ومن خلال الايام دي بيحسب السنه والشهر واليوم، ويعني بحسبه كده معينه. طيب المشكله حصلت ان يوم 31 ديسمبر 2008 كل الناس اللي معاها كورتكس ام مايكروسوفت زون دوت الاجهزه هنجت، كل الاجهزه على مستوى العالم اللي كان معاهم بيه هنجت. ليه؟ اصل اول ما انت تفتحه وهو بيشوف عشان يحسب التاريخ كان في بنك في الجزء اللي بيحسب التاريخ كان بيخليه يدخل في الفاينايت لوب، ولانه مش شغال ثريدنج فعشان يعرض لك تاريخ التاريخ على الشاشه كان بيهنج الجهاز كله، فالجهاز يفضل واقف، وده بسبب ان كانت السنه دي سنه كبيسه وكان في غلطه في حساب عدد الايام بتاعه السنه الكبيسه، كان محطوط امر اكبر من بدل اكبر من او يساوي. المهم ان طبعا دلوقتي ما عادش في حد فيكم اصلا سمع عن مايكروسوفت زون دوت، لان خلاص يعني بعد شويه باجز كده زيه يعتبر البرودكت ده مات يعني، فدي كانت احد اسباب وفاته يعني. طيب احنا بقى اللي هنشتغل عليه خلال الكورس ده هيكون الاردوينو. هو اللي احنا اخترنا الاردوينو بالذات خلال الكورس، اولا انها سهله، اوبن سورس، اوبن سورس في كل حاجه، اوبن سورس هاردوير، اوبن سورس سوفت وير، في اي دي ليها، رخيصه، تقدر تستخدمها تكتب لها كود على لينكس ماك سي اي جهاز معاك، يعني تقدر تكتب عليه كود وبتكتب عليه حاجه شبه السي كده، يعني تكاد تكون سي تقريبا يعني، وتقدر تركب لها شيلز، ويمكن دي حاجه مهمه يعني، تقدر تعمل لها اكسبانشنز بحاجات عشان تركب عليها، ويعني فيها كل الامكانيات اللي احنا محتاجين نتكلم عنها في الكورس دوت. الشيلز دي زي ما انتوا شايفين كده هتلاقي فيه شويه حاجات كتير كده اهو راكبين فوق بعض، ممكن نركب كذا حاجه مع بعض، وكل حاجه تكون بتعمل حاجه معينه، يعني ممكن تركب لها كاميرا، جي بي اس، تحط لها ال سي دي، تركب لها ايثرنت او واي فاي،
تركب عليها مواتير دي سي وستيبر موتو، تركب عليها سنسورز، تحط لها ميموري زيادة، تحط لها سنسورز ويزر تمبريتشر، ممكن تركب لها ريليز زي ما هنشوف بعد شوية والحاجات دي، وفي الآخر حجمها صغير يعني. طيب الأردوينو دي بورد راكب عليها الأدميجا 328 بي ديب دي، راكب عليها على الأردوينو أونو، وهي دي اللي احنا بنتكلم عنها. دي تشيب أدميجا، هنشوفها بالتفصيل، هنشوف التشيب وهنشوف الأردوينو، يعني هنشوف المايكرو كنترولر اللي هو الأدميجا ده، وهنشوف كمان الأردوينو كلها على بعضها، في كواد وفي الديب اللي هي الدبل اللي هي بتركب على البورد على طول. خد بالك بالنسبة للكواد ديت، الكواد دي اللي هي بتتلاحم، لو احنا بصينا عليها من جوه كده يعني، لو دخلنا جواها يعني عملنا مقطع جواها، لو خدتوا بالكوا هي النقط الدوائر اللي موجودة دي الصغيرة، عايزين الدوائر الصغيرة ديت دي اللي هي الأسنان بتاعته بس من جوه، اللحاف الداخلي بتاعها يعني، هي المفروض فيه ده الكلام ده بيركب عليه الأسنان اللي احنا شفناها. والنقطة الصغيرة دي الترانزستورز المستخدمة فيه، طبعا واضح إن هو يعني فيه شغل كتير. طيب تعالوا بقى نبص على الأردوينو بتاعتنا. في أردوينو نانو بيكون عليها كيو اف بي ديت، وفي الأردوينو اونو اللي هي عليها الديب دي اللي هي التشيب الأرميجا 328. احنا هنتكلم خلال الكورس باستخدام الأردوينو اونو، لكن الحقيقة عادي احنا يعني هنتكلم بصفة عامة عن المايكرو كنترولرز مش بس على الأردوينو. طب لو ناخد نظرة كده سريعة عشان نفهم بس كل حتة في التشيب بتاعتنا دي لازمتها ايه، ده المايكرو كنترولر بتاعنا اللي فيه كل الامكانيات اللي احنا نفسنا فيها، اللي احنا هنقعد نشتغل بيه ونبرمجه ونعيش حياتنا معاه. علشان نبرمج المايكرو كنترولر ده رسميا كده، المفروض ان ده نستخدم الان سيركت ده عشان نبرمج المايكرو كنترولر دوت. عندي هنا شوية بنز هنتكلم عنهم بعد شوية، اللي هم واصلين على المايكرو كنترولر بتاعي، وأقدر أتكلم المايكرو كنترولر من خلالهم. ولكن هنا الاي سي بي ده عشان ابرمج المايكرو كنترولر دوت، لما هنشوف المايكرو كنترولر ده من جوه هو ما فيهوش يو اس بي انترفيس، وعلشان كده احنا عايزين نزود له يو اس بي انترفيس، فحطينا اليو اس بي بلاك وضفنا مايكرو كنترولر تاني، الاد ميجا 16 يو 2 دوت، ده مايكرو كنترولر تاني شغلته انه يضيف فيتشر اليو اس بي للمايكرو كنترولر الاصلي بتاعنا اللي معانا دوت. المفروض ان انت لما بتشغله تقدر توصل على اليو اس بي عشان تبعت عليه الداتا، وفي نفس الوقت اليو اس بي بتكون بتوصل له كهرباء. بس لو انا مش هوصل له كهرباء دلوقتي باليو اس بي، وعايز اوصل له كهرباء من اكسترنال باور سورس، فممكن اوصلها له من خلال الباور سبلاي دوت عشان اوصل عليه الكهرباء بتاعته. طالما في هنا باور سبلاي، فانا في معايا هنا فولتج ريجليتور عشان بس يضمن لي الفولتج اللي عليه. طيب المايكرو كنترولر ده انا بوصل له من خلال الاي اس بيز ديت، المايكرو كنترولر ده انا اقدر ابرمجه من خلال الاي اس بيز ديت. في عندي هنا زر ريسيت، خد بالك زر ريسيت هنا موجود فوق جنب اليو اس بي بلوك، خد بالك المعلومه دي عشان هنرجع لها بعد شويه. في بعد كده عندي هنا دي ليد، الاون بورد ليد، الليد دي واصله من جوه على بين 13، على البين دي يعني لو انت بعت اي ديت على بين 13 هتخلي الليد دي تنور. في عندي ليد تانية يعني اللي هي ديت دي خاصة بالريسيف، بالسند والريسيف، يعني لو انت بتعمل اي عمليات سند او ريسيف على السيريال فهتلاقي الليد دي نورت. في ليد كده بتنور لوحدها دي معناها دي باور ليد، عشان بس اول ما توصل له كهربا تبقى عارف ان هو وصل باور. خد بالك اي توصيلات تعملها عليه لازم تكون طفيه، يعني ما يفضلش انك توصله وانت مشغله عشان ما تحرقوش يعني، وسهل قوي انك تحرقه لو انت ما حسبتش حاجه صح يعني.
طيب بالنسبة للبنز اللي عندنا، أنا عندي مجموعة من الأنالوج إنبوت بنز، يعني أقدر أبعت هنا في من أول A نوت لA 5 ستة بنز، أقدر أبعت عليهم أنالوج سيجنال، وعندي هنا التو بنز بتوع جراوند، ودي لو أنا عايز أدخل لها فولت، عندي الخمسة فولت وست شوية البنز بتوع الفولتج دي عشان اخد منه في سي سي والكلام دوت. عندي من الناحية التانية ديجيتال بنز بيشتغلوا بكذا شغلانة هنشوفهم بعد شوية، وعندي هنا الكريستال اوسيليتور بتاعي اللي هو الكلوك بتاعتي. طيب لو خدت بالك ده الاردوينو اونو، مش ده الشكل الوحيد منه، لو لاحظت هنا المرة دي بقى زرار ريسيت موجود فوق جنب ال ات ميجا بتاعتنا، جنب المايكرو كنترولر مش جنب اليو اس بي. اصل لو خدت بالك الاردوينو دي في حد ذاتها اوبن سورس، اوبن سورس هاردوير وسوفت وير، يعني اي حد معاه ديزاين ممكن ياخدها ويصنعها. فهتلاقي دي مثلا شيب تانية مصنوعة في ايطالي نفس الديزاين، بس هما لما جم يصنعوها حاطين زرار ريسيت هنا، فعادي ممكن تلاقي منها كذا نوع، ممكن تلاقي النوع الصيني بتاعها وتلاقي يعني وبأسعار مختلفة، بتبقى على حسب الفولتج ريجليتورز، بحسب الديزاين بتاعها، شوية حاجات كده. لكن ستيل كلهم عادة بيستخدموا الأد ميجا اللي هي 328 المايكرو كنترولر ده، لكن الفابريكيشن بعد كده هو اللي بيختلف. البنز اللي عندي يا اما الديجيتال بينز ممكن استخدمهم انبوت او اوتبوت، وممكن اوصل كل بين لوحدها. عندي انالوج بينز، الانالوج بينز اللي هما من اول 0 لحد 5 اقدر استخدمهم علشان اريد من عليهم داتا انالوج. في عندي حاجة اسمها بولس ويدث ميديليشن بينز، دي اقدر اطلع عليها بولس ويدث ميديليشن سيجنال، هنشوفها بعد شوية. طيب تعالوا بقى ندخل في تفاصيل الأردوين حتة حتة بقى، ونفهم هي شغالة ازاي وايه اللي موجود فيها. أول ما تبص كده على الداتا شيت بتاعها هتلاقي الداتا شيت كده بتاعته 300 و400 صفحة، ممكن تبص فيه عشان تشوف هي مكوناتها ايه. طيب ده شكل الاردوينو على بعضها كده. لو دخلنا قربنا شويه هتلاقي ان هنا بيقول لك ان هي فيها اس رام، عندي البروسيسور بتاعي، البروسيسور ده واصل عليه اس رام، واتكلمنا قبل كده عن انواع الميموري في المحاضره اللي فاتت. اس رام ميموري سريعه صغيره، فلاش ميموري يعني هي زي الفلاش كده، يعني تقدر تعتبرها زي الهارد ديسك بس يعني سريع بس حجمه صغير، حاجة روم يعني. اي سكوير بي روم عشان تقدر تخزن فيها الداتا. وهتلاقي هنا عندنا الاوسيليتور ووتش دوك اوسيليتور. ووتش دوك ده بيبقى عشان بيراقب السيستم بتاعي. الاوسيليتور ده بتكون عبارة عن سيركت كده، ده شكلها، دي المفروض شغلتها انها تقعد توسيليت، يعني عمالة تجنريت كلوك. الاوسيليتور معتمدة على انها معمولة من الكوارتز، الكريستال كوارتز اوسيليتور دي فيها خاصية، انت بتديها بولس كده كهربا، هي تاخد الكهربا دي تفضل توسيليت في الكهربا دي، تفضل رايحة جاية رايحة جاية كده فيها، ما تستابلايزش. طبعا هي مش هتقعد العمر كله عمالة البولس دي رايحة جاية جواها، يعني هي خدت البولس وقعدت حبستها جواها وقعدت رايحة جاية عليها، الا انها بتاخد تقريبا البلس دي بتفضل شغالة بنفس المعدل حوالي 30 سنة، وبعد 30 سنة بيبقى فيها نسبة خطأ حوالي ثانية. فيعني صحيح هي مش العمر كله، بس يعني مدة طويلة بما يكفي ان احنا نقدر نقول ان هي كده طلع منها بلس وعمالة شغالة رايحة جاية رايحة جاية على طول. مش هندخل في كل التفاصيل بالظبط، لكن هو احنا نقدر نقول ان احنا عندي ده الداتا بورد الانترنال بورد. لو خدنا بالنا هنا في
انالوج تو ديجيتال كونفرتر. في سيريال بورد، سيريال اس بي اي، سيريال بريفر انترفيس، سيريال يعني ويو اس ارت، في تي دبليو اي ده هنشوفه مع الاس كيو اس تي، تو واير انترفيس هنشوف ايه موضوعه. لكن هتلاقي ان هنا في انالوج تو ديجيتال كونفرتر. انالوج تو ديجيتال كونفرتر معنى كده ايه؟ الداتا اللي جايه لي من بره انالوج على البنز اللي قلنا عليها دي، الحقيقه ان البروسيسور اللي موجود جوه هو بيعرفش يتعامل مع انالوج داتا، لكن لما يجي لي داتا من بره انالوج هتخش على الانالوج تو ديجيتال علشان تروح للبروسيسور اللي بتوعه هيروح محولها، يعني اللي هي هيحولها الاي دي الانالوج ديجيتال كونفرتر هيحولها ديجيتال تدخل على البروسيسور عشان يقدر يشتغل عليها. يبقى بالتالي اقدر اعمل انبوت لانالوج سيجنال. طيب معنى كده ان في ديك؟ ديك لا، هي الحقيقه هو ما فيهوش ديك، واحنا لو عايزين نركب له ديك هنحتاج نركبه بنفسنا. طب بالنسبه للانالوج ديجيتال زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، على حسب عدد البنز بتاعتنا نقدر نحدد هو يقدر يطلع لي ارقام من اول كام لكام. هو الانالوج ديجيتال اللي موجود عندنا ده 10 بيتس، مش 8 بيتس زي اللي كنا اتكلمنا عنهم في المحاضره اللي قبل اللي فاتت، لا ده 10 بت. فبالتالي بيديني رينج من 0 لحد 1023. الانبوت رينج الانبوت بتاعه اللي جايبه اللي هو الانالوج انبوت ده بيرينج من 0 ل 5 فولت، ما ينفعش اديله فولتج عالي هيتحرق عادي خالص يعني. ف المفروض الانبوت اللي جاي له على حسب، لو جاي له 0 يطلع 0، لو جاي له انبوت 5 فولت يطلع 1023. المفروض ان الانالوج سيجنال بيكون جاي له كده هو يعمل لها ديجيتايزيشن مع الوقت عشان يطلع لي في الاخر الديجيتال سيجنال بتاعتي. الديجيتال سيجنال بتاعتي زي ما احنا عارفين ان كل واحده من دول دي كذا بت مش 1 بت، لان ده رقم كبير ممكن يكون مكون من كذا بت، وهو دي الديجيتال سيجنال بتاعتي. ما عندناش جوه المايكرو كنترولر داك، فبالتالي لو انت عايز داك لازم انت اللي تركبه له. الداك شغلته زي ما انتوا عارفين هو عكس الاي دي سي، يعني المفروض انه يحول الديجيتال لانالوج. ايه ده؟ طب معنى كده ان انا المايكرو كنترولر مش بيقدر يعمل اوت بوت لانالوج سيجنال؟ الحقيقه نقدر نقول ولا. ازاي؟ اصل هو مفهوش داك، فالحقيقه هو ما يعرفش يطلع انالوج سيجنال، لكن بيعمل حاجه كده بتهيأ لي كانها شبه الانالوج سيجنال هنشوفها بعد شويه، خدعه كده بنستخدمها. طيب المفروض ان برضه بيكون عندي واصل الاي سكوير سي. الاي سكوير سي باختصار هنشوفه بعد شويه بالتفصيل، هو بيكون شيب كده واصله على ديفايسز تخلي الديفايس تكون كونكتد على المايكرو كنترولر بسيريال. يعني بدل ما انا اوصل كل ديفايس على بت، لا ده انا ممكن اخد سلكه واحده من المايكرو كنترولر واوصل بيها 10 ديفايسز كلهم يكونوا واصلين سيريالي بالسلكه ديت، وكل ديفايس اقدر اكلمها برقم. هنشوف الموضوع ده بالتفصيل بعد شويه. في كمان الاس بي اي اللي احنا السيريال بريفر انترفيس، ده برضه نفس الفكره. لو انا عايز استخدم كذا ديفايس سيريال بس كل واحده هنا من بيت، بيكون عندي الماستر اللي هو الاردوينو في حالتنا دي. الماستر ده هو المدير اللي بيمانج عايز يستقبل داتا منين، وبعد كده المفروض ان انا الداتا بتبدا باني بيطلع ماستر اوت سليف ان، يعني طلع داتا الماستر يبعت للسليف داتا فيرجع السليف يستقبل الداتا ديت ويرد على الماستر عشان يقدروا يعملوا سيريال كوميونيكيشن ما بينهم. ده الدايجرام بتاع الاردوينو على بعضها. يعني زي ما انتم شايفين كده الدايجرام دوت الهدف منه، لو انت عايز تعرف البين اوت، لو عايز تعرف كل بين شغلتها ايه،
هنشوف دلوقتي يعني بعد شوية كل بن، وإن كان باختصار كده نقول دول الستة الأنالوج، دول مسؤولين عن مجموعة الباور، دول مجموعة البنز الديجيتال، وده المايكرو كنترولر بتاعي. عندي هنا الباور جاك وهنا اليو اس بي جاك وده الست بوتون. في عندي مجموعة بنز اقدر استخدمهم في عملية السيريال كوميونيكيشن. في البنز اللي مكتوب جنبيها علامة كده زي دي معناها ان البن دي بتسبورت ال بي دبليو ام بالس ويدث موديوليشن. هنشوف كل واحدة من دول دلوقتي. طيب لو دخلنا شوية على المايكرو كنترولر نفسه، هنلاحظ هنا ان المايكرو كنترولر فيه 3 بورتس، يعني انا اقدر اتعامل مع كل بن لوحدها، ولكن برضو نقدر نتعامل مع البنز على بعضها از بورت. يعني هتلاقي ان انا عندي هنا بورت بي 1 2 3 4 5 اللي هو دوت من اول بي نوت لحد بي 5. عندي بورت سي من اول سي نوت لحد سي 6، وعندي بورت دي من بي بورت دي 0 لحد بورت دي 7، 0 1 2 3 4 5 في ده بي 6 بي دي لحد 7. اوكي عندي بورت بي وسي ودي، امال فين بورت ايه؟ صح فين بورت ايه يا جدعان؟ هو الحقيقة هو في بورت ايه، ولكن بورت ايه ده انترنال بورت، يعني المايكرو كنترولر مش مطلعه بره للعالم الخارجي. هو بورت ايه؟ هو البورت اللي واصل عليه الاي دي سي الانالوج ديجيتال كونفرتر. يعني انت المفروض دلوقتي عندك هنا البنز الانالوج، الداتا اللي هي بتكون المفروض داخلة عندي على الانالوج سيجنال بتاعتي، المفروض ان يكون الداتا اللي داخله على الانالوج سيجنال بتاعتي هتدخل على الاي دي سي. الاي دي سي من الناحيه الثانيه هيدخل على بورت اي، فعلشان كده بورت اي مش طالع بره، فبنبدا بنقول ان انا عندي بورت بي وسي ودي. طيب في شويه حاجات كده لازم تاخد بالك منها قبل ما توصل اي ديفايس على الاردوينو، عشان بس ما تحققهاش منك او ما تقابلكش مشكله. اول حاجه السنسورز، لو السنسور البوزيتيف رينج بتاعه 5 فولت اوكي، لان خلي بالك السنسور انا هريد منه داتا، المفروض ان الداتا اللي انا هقراها دي تكون يعني ماكسيمم 5 فولت. طب هعمل ايه لو كان السنسور دوت شغال بنيجاتيف رينج او هيجيب لي داتا 10 فولت او وات ايفر؟ هنا بقى بنعمل فولتج ديفايدنج، بنحط بقى ريزيستورز، يعني تشوف تقدر تقسمها ازاي، وهنشوف شويه امثله بعد كده على حالات اقدر اتعامل فيها باستخدام الريزيستور عشان ديفايد الفولتج. المهم ان نضمن ان الاردوين ما يوصلش اكتر من 5 فولت. طيب بالنسبه للباور، لو انا هطلع ديجيتال اوتبوت اوكي، لكن افرضنا بقى انا طالب مني ان اطلع انالوج اوتبوت. طب احنا قلنا ان انا بعرف اعمل اريد انالوج سيجنال، لكن مش بعرف اعمل اوت انالوج سيجنال، اصلا ما عنديش داك، انا عندي اي دي سي لكن مش عندي دي اي سي. طب انا اعمل ايه عشان اطلع انالوج؟ طب افرضنا بقى مشكله تانية ممكن تحصل لي، ان لو في عندي ديفايس عايزه كهرباء عاليه، مش عايزه ما ينفعهاش ال 5 فولت بتاعتي دي، انا هعمل ايه؟ طيب فعشان نحل النقط ديت، بالنسبه للمشكله الاولى بتاعت لو انا بقى عايز اعمل اوتبوت لانالوج سيجنال، الناس تركز بقى شويه في النقطه دي، لان دي تعتبر حركه كده خداعيه، عشان انا مع اني مش بعرف اجنريت انالوج سيجنال الا اني هخلي الديفايس يتهيأ لها اللي وصل لها انالوج سيجنال. ازاي؟ انا صحيح مش بعرف اجنريت فولتج غير 0 فولت و 5 فولت، تمام؟ طب افرضنا انا عايز ادي للديفايس 2.5 فولت، اديها لها ازاي؟ ما هو انا انالوج سيجنال يعني اقدر اديها رينج من الفولتج زي ما انا عايز،
ممكن تيجي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة whatever، أو اتنين ونص مثلا زي في حالتي، ازاي أقدر أديها فولتج اتنين ونص فولت علما بإني ما بعرفش أطلع غير زيرو فايف؟ فقالوا طب خلاص أنا بدل ما أديها اتنين ونص فولت لأني مش عارف أطلعها، أنا هعمل عليها حاجة اسمها ديوتي سايكل بالس ويدث موديوليشن على 500 هرتز. ازاي؟ ان انا ابعت 0 ثم 5 0 ثم 5 يعني 0 فولت 5 فولت بس بسرعه ورا بعض، نص الوقت 0 ونص الوقت 5، يعني بشتغل ب 50% ديوتي سايكل. ايه اللي هيحصل؟ على الناحيه الثانيه الديفايس لما هتستقبل ال 0 5 دي وبتتكرر عليها بسرعه، هي في الاخر هتعملها كأن اللي جاي لها 2.5 فولت. يعني مثلا لو الديفايس دي مثلا كانت لمبه، واحنا عارفين ان اللمبه لو انا اديت لها 5 فولت هتنور نور عالي، لو اديت لها 0 فولت هتنور هتطفي، لو اديت لها نص 2.5 فولت هيبقى النور بتاعها منخفض. فلو انا جبت اللمبه ديت وقعدت بعت لها 0 ثم 5 ورا بعض كده يعني بسرعه، هنلاقي لو انت بصيت على اللمبه دي هتلاقيها الضوء بتاعها منخفض وكاني مديلها 2.5 فولت، فيبان كاني طلعت انالوج سيجنال، بس الحقيقه هي الانالوج ولا بتاع، هي ديجيتال سيجنال عاديه لكن اتعمل عليها بي دبليو ام بالس ويدث موديوليشن، فالسيجنال بتاعتي اتغيرت بسرعه. فال يعني فالليت على الناحيه الثانيه تبان كانها نص منوره وكأن جاي لها 2.5 فولت. نفس الحكايه الموديوليشن دي انا ممكن اشتغل باي ديوتي سايكل زي ما انا عايز، يعني ممكن لو عايز ابعت واحد وربع مثلا يبقى اشتغل ب 25% ديوتي سايكل، يعني ادي صفر 75% من الوقت وبعدين 25% من الوقت واحد، واكرر السايكل زي ما احنا شايفين هنا على اليمين. اوكي، اللي هيوصل للديفايس من الناحيه الثانيه هي هتنتجريت ده على بعضه، فهيتهيأ لها كأني بعت لها انالوج سيجنال، لكن الحقيقه هي مش انالوج هي ديجيتال. علشان اعمل الموضوع دوت هتلاقي ان انت تحتاج تدخل جوه اللوب مثلا، انا كده هنشوف الكود دوت بعد كده، والكلام انا عارف شفتوه في اللاب عشان كده انا دلوقتي بتكلم بيه. المفروض ان انا هبعت على الليت اللي موجوده على بين 13 هاي، استنى 100 مايكرو سكند ده عشان الديوتي سايكل تبقى 10%، وبعدين ابعت له واستنى 900 مايكرو سكند. كده بقى انا بعمل ايه؟ انا كده كاني عملت ديوتي سايكل 10%، يعني اللمبه هتبقى منوره كانها بنص فولت، كاني بعت لها نص فولت، هي هتحس كان جاي لها نص فولت، فهتلاقي اللمبه منوره بنور يعني ضعيف قوي. طيب المشكله الثانيه، افرضنا الديفايس بقى عايزه اللي انا هوصلها دي عايزه فولتج عالي، فمش هينفع اخد لها الفولتج اللي جاي من الاردوينو، هتحرقه لي اسحبها لي حرقان، فعشان كده بنضطر نستخدم ريلي. زي ما قلت لكم ريلي بينفع في الفولتجز العاليه وينفع حتى في الفولتجز العاليه قوي، يعني كنا احنا قبل كده اتكلمنا عن اتش بريدج والحاجات ديت ان هتقدر توصلني لحد 50 فولت، لا الحقيقه الريلي انا بقدر ارفع بيها فولتجز عاليه قوي لانها حاجه ميكانيكال. فكرتها باختصار زي ما احنا كده شايفين في الرسمه، بص معايا هنا، هو بيكون عباره عن سبرينج بيشد المفتاح، لو انت بعت على الريلي كهرباء فده يتحول ده يبقى مغناطيس يروح ساحب المفتاح فيقفل الدايره، اول ما انت تفصل عنه الكهرباء السبرينج من الناحيه الثانيه يشد المفتاح ويرجعه. نفس الفكره هنا في الرسمه، اول ما انا بقفل الدايره بتاعتي فده يتحول لمغناطيس فيفتح الدايره فيشد المفتاح يقفله، اول ما انا افتح الدايره ديت ده يتفك عنه فيبقاش مغناطيس يبقى حديد عادي، فده السبرينج من الناحيه الثانيه يشده. فبالتالي لو انا عايز ادور اللمبه دي بس مش عايز اخد الكهرباء للمبه دي او تبقى الديفايس يعني مش عايز اخدها لها من الاردوينو، اقدر اوصل عليها اكسترنال باور سورس. خد بالك هنا بالمره بقى، واحنا شايفين اللمبه دي واحنا موصلينها احنا احتاجنا نحط هنا ريزيستنس. ايه السبب؟
دي من الأخطاء الشهيرة اللي الناس كانت ممكن تقع فيها وتحرق الأردوينو بتاعها، أو تحرق حتى الشيبس السنسورز وات ايفر. لازم تعرف التيار اللي بيمر في كل الديفايس عندك الماكسيمم بتاعه قد ايه من الداتا شيت بتاعك. انا عارف ان انتوا ما بصيتوش في الداتا شيتس ويعني بتخافوا تبصوا فيها، بس لا معلش هتحتاجوا تبصوا فيها وانت بتركب الديفايسز بتاعتك علشان ما تحرقهاش. بصة ممكن تعفيك من ان الديفايس تتحرق منك. يعني على سبيل المثال الليد احنا عارفين انها بتشتغل ب 20 ملي امبير، او لو مش عارفين لو بصيت في اي داتا شيت هي بتشتغل حوالي 20 30 ملي امبير، بيحصل عليها فولتج دروب 2 او 3 فولت. طيب انا دلوقتي لو انا وصلتها على طول ب 5 فولت ايه اللي هيحصل؟ انا مجرد اني عملت عليها وصلت عليها ال 5 فولت هيعدي فيها تيار عالي هيتسبب في انها تتحرق. فانا عايز التيار اللي هيعدي فيها يكون ما يزيدش يعني 20 ملي امبير. ففي الحاله دي محتاج ان انا احط ريزيستور لا تقل عن 150 اوم علشان اضمن 150 كيلو اوم عشان اضمن ان التيار اللي يعدي ما يزيدش عن 20 ملي امبير. دي بتحتاج انت الاول تحسبها كده بالورقه، وهنشوف شوية أمثلة ومسائل على الموضوع دوت. وإحنا بنستخدم الريلي بتاعنا بيبقى استخدامه بالشكل دوت، بنوصله الـ VCC وجراوند والإن ده عشان نتحكم فيه، وعلى الطرف التاني بنوصل الكوم ده الأساسي والناحية التانية بالـ N دي N أوت. طيب كده احنا شفنا بعض المشاكل اللي ممكن تحصل لنا، لكن مش دي بس، لازم نشوف ازاي اصلا نوصل المايكرو كنترولر بتاعنا او الشيب على بعضها بقى بتاعتنا بالعالم الخارجي. يعني سواء حاجة زي كده كيبورد تاتش باد اي حاجة، حاجات عايزين نركبها عليه. فتعالوا هنا تبص، لو انا عايز اعمل انالوج انبوت احنا قلنا ان هي فيها اي دي سي فتقدر توصل عليها انالوج انبوت على البنز من اول اي نوت لحد اي 5. فلو انا موصل عليها مقاومه متغيره لحد 5 كيلو اوم، هوصل ال 5 فولت المقاومه يبقى طالع منها 3 اسنان بالشكل ده. المفروض ان واحد فيهم بنوصل على ال 5 فولت وواحد بنوصله على الجراوند، واحد بناخده هو دوت اللي هنقيس من عليه التيار. يعني انت بتقعد تلفها، هي من ادنى حاجه اللي هتروح موصله للزيرو على حاجه توصل لي ال 5 فولت، ان هي يكاد يكون ال 5 فولت. فده هيكون الانالوج انبوت اللي جاي لي. يعني هناخد الانالوج انبوت على بين اي نوت دوت ال 5 فولت، ناخدها نوصلها على ال 5 والسلك الثالث نوصله على الجراوند. وده قلنا الانالوج انبوت، والانالوج اوتبوت اللي هو البالس ويدث موديوليشن اللي اتكلمنا عليه دلوقتي. ده لو انا عايز اعمل انالوج اوتبوت. انالوج انبوت بتكون بالامر انالوج ريد، انالوج اوتبوت بتكون بالامر انالوج رايت. خد بالك امر انالوج رايت بحدد له البن اللي انا عايز رايت فيها، وكمان بحدد له الديوتي سايكل، لان احنا عارفين هو مش رايت، هي مش انالوج حقيقيه، دي بالس ويدث موديوليشن. طيب افرضنا بقى لا مزنوق ولازم اعمل فعل عايز اطلع انالوج سيجنال حقيقيه، لا خلاص يبقى انت محتاج تجيب ديجيتال تو انالوج شيلد. دي شيب كده بتركبها معاه، شغلته انه يطلع لي انالوج سيجنال، ابعت له الداتا ديجيتال وهو يطلعها انالوج. بينفعني لو انا عايز اطلع اي سي ويف. الحقيقه طبعا هي مش هتطلع يعني انالوج قوي برضه، ستيل الذات مش بيطلع انالوج قوي، ولكن هو اقرب ما يكون للانالوج. بس انالوج مش بالس ويث موديوليشن، تحكينا على الديفايس وفاهمين ان داخلها انالوج ايه داخلها ديجيتال. لو انا عايز اتحكم في دي سي بوينت وعايز اوصل له كهرباء، او عايز اعمل باي بول او باور سبلاي عشان اقدر اتحكم في الموتور. طيب في كمان حاجه عندنا في الاردوينو اسمها الاي سكوير سي.
الايس كيو سي دي تشيب صغننه كده بتكون راكبه مع الاردوينو، وممكن تركب سنسورز كتير ممكن بتيجي معاها الايس كيو سي بتاعها، ولو مش معاها الايس كيو سي بتاعها تقدر انت تركب لها الايس كيو سي، سواء سنسور سواء كريستال ليد او اللي هي شاشه كريستال عشان لو اتعرض عليها. فعندي حاجات كتيره بتسبورت الايس كيو سي. طب هو ايه فكره الايس كيو سي ده؟ الايس كيو سي ده باختصار ده سيريال باص، يعني باص سلكه، الا انها مش بتكون واصله لطرف واحد، لا ده هي ممكن نوصلها لكذا حد. ايه ده؟ طب افرض انا عايز ابعت داتا لواحد من الناس دي اللي واصلين، او استقبل داتا من حد من الناس اللي واصلين دول، انا هعمل ايه؟ بسيطه، قبل ما ابدا حد الداتا او اطلب استقبال الداتا، خد بالك انا ما بستقبلش الداتا لما هي تجيلي، انا لازم ابعت اقول لها، اقول له هات لي الداتا. قبل ما ببعت الداتا او استقبل الداتا، اول حاجه ببعت على السلكه دي ستارت، هوب الناس كلها تقف تسمع انتباه، واقفين يسمعوا مين اللي انا طالبه. دايما اللي بيتحكم في الموضوع ده الماستر اللي هو المايكرو كنترولر، هو اللي هيتحكم ويشوف عايز يبعت داتا او يستقبل داتا، يعني مش من نفسه كده اي ديفايس تروح بعت له داتا. طيب فبدانا ستارت، كل الناس بدات تسمع، فاول حاجه يروح باعت الادرس، المايك كنترولر يبعت على الباص الادرس، اللي صاحب الادرس دوت اللي عارف نفسه بالرقم ده يروح على طول باعت اكنولج، ايوه انا سمعت اسمي، يروح المايكرو كنترولر يبعت له الانترنال ريجستر ادرس، اصل ممكن يكون التشيب جواها كذا ريجستر، اثنين ثلاثه ريجستر او تاسكس او وات ايفر، شويه ريجستر يعني ريجسترز، فانا هبعت له الرقم او الكوماند اللي انا عايزه ينفذه، وبعديها هيروح الداتا سواء انا ابعتها له عشان يستقبلها او هو هيبعتها لي عشان انا استقبلها كمايكرو كنترولر. اوكي تعالوا ناخد مثال على كده. لو افترضنا مثلا ان انا عندي الاكسلوميتر، الاكسلوميتر اي دي اكس ال 345، ده كان موجود ده بيقيس السرعه، ف السرعه في مجموعه الاتجاهات يعني. فانا دلوقتي الديفايس ادرس 53 او اللي هي 0101001، ولو انا عايز اريد منها هبعت لها في الاخر 1، لو انا عايز اديها رايت هبعت لها 0، فالبيت الاخير ده دايما بنسميه ريد رايت بيت. فكل الديفايسز بتكون 7 بيت الادرس بتاعها، والبيت الاخير بيكون هو ريد او رايت، يعني بتحدد بيه ريد رايت. فانا هبعت ايه او ايه اللي هيحصل على السلك بالظبط؟ الاول هنبعت الستارت، بعدين نبدا نبعت 0 1 0 1 0 0 1، ده كده اخر البيت في الادرس، وبعدين ال 1 الاخير اللي هو بتاع انا بطلب منها اني عايز اريد. طيب تروح هي رده تقول اكنولج، اه انا موجوده وسمعت اسم، مين عايز مني حاجه؟ اه انا قايل لها بقى ايه 0 0 1 1 0 1 0 1 0، معنى الكلام ده ده الانترنال ادرس بتاع الاكس اكسس، يعني انا بقول لها ابعتي لي الاكس اكسس بتاعك. فتروح هي في بعد كده تروح هي رد عليا وبعتها لي الاكس اكسس بتاعها. لو تلاحظوا الوانز والزيروز اللي احنا بنتكلم عليها عمالين نتكلم على الخط الازرق ده، بس في معايا خط اسود عامل شبه الكلوكو كده بيطلع وينزل. ما هو انا دلوقتي علشان اقدر اكلم كذا ديفايس وكل ديفايس يبقوا كلهم سامعيني مع بعض، يبقى لازم نوحد الكلوك ما بينهم. علشان كده مع انه سيريال كونكشن الا اني بستخدم سلكتين، سلكه الاس دي اي عشان ابعت عليها الداتا، والاس سي ال عشان ابعت عليها الكلوك. يعني الماستر هو اللي بيحدد الكلوك اللي هو شغال بيها واللي الباقيين هيسمعوا عليها. فكلنا كده كل الديفايسز تبقى سامعه على نفس الكلوك حاجه واحده، وكلهم ماشيين مع بعض، واللي هي مرسومه هنا بالاسود، فدي الكلوك اللي كل الديفايسز شغال عليها، مش كل واحده واحده تبقى سريعه واحده تبقى بطيئه، لا احنا كلنا بيبقى جاي كلوك من المايكرو كنترولر، وكل الديفايسز بتبص عليه وتبدا تبعت له تقول له، يعني تبدا تفهم هو بيكلمها يقول لها ايه.
فالمفروض ان احنا هنا بتبدا الستارت اول، هو في البدايه كان بوان، اول ما عايز يبدا يروح مخليها زيرو، ونبدا نبعت الاول ال 7 بيتس بتوع الادرس، بعدين البيت الاخير بتاع الريد رايت، بعدين هيجي لي بيت الاكنولج لما ربنا يسهل يعني يجي لي، بعدين هبعت بقى الانترنال ادرس بتاع الديفايس، انا بقى عايز منها انت امر منهم، عايز اريد، عايز أريد يعني عايز انهي شغلانه معينه جواها انترنالي، عايز الاكس اكسس الواي اكسس، عايز سنسور معين، عايز هتعمل ايه، وبعد كده هي تبعت لي الداتا لحد ما نوصل للستوب. مثال على كده بقى حقيقي الجي واي 80 والجي واي 521، دي تشيبس موجوده بتسبورت الاي سكوير سي، والحقيقه انا عندي تشيبس كتير قوي بتركب مع الاردوينو بتسبورت الاي سكوير سي. التشيب جي واي 80 دي مثلا دي عباره عن مالتي سنسور تشيب، تشيب فيها شويه سنسورز، فيها ماجنتوميتر، فيها جيروسكوب، فيها باروميتر عشان نقيس ضغط، سموميت عشان نقيس الحراره، اكسلوميتر، المهم كل واحد فيهم هتلاقي ان ليه الادرس بتاعه، يعني هي فيها شويه سنسورز. بس لما انا هكلمها لازم الاول اديها الادرس بتاعها، وبعدين اديها الادرس الانترنال ادرس بتاع هو انهي سنسور في دول اللي انا عايز اكلمه. اوكي، طيب لما انا هاجي اوصلهم كلهم على الاردوينو، الاردوينو فيها البنز بتاعه الاي سكوير سي، هتلاقي ان انا خدت البنز دول الاس دي اي والاس تي اي، التو بنز دول بناخدهم ونوصل عليهم كل التشيبس. بس جاست انك هتوصل عليهم كل التشيبس، ولما تيجي تبعت داتا تبعت عليهم نبعت الداتا عليهم، واللي يسمع اسمه هيرد ويبعت لي وينفذ الامر المطلوب منه. طبعا محتاج انك ترجع للداتا شيت عشان تعرف كل واحد منهم الادرس بتاعه ايه وبيشتغل انترنالي ايه، يعني شغال انهي شغلانه من جوه. يعني مثلا الاكسلوميتر ده اللي موجود هنا الادرس بتاعه 53، وبيبعت لك الاكس اكسس داتا الاكس 0 1، يعني في الواي اكسس، اكس اكسس، زد اكسس، بيديك كذا حاجه. فانت الانترنال ريجستر بقى اللي انت عايزها تبقى انترنالي جوه ده. فانا الاول عشان اكلم البتاع دوت كله، انا مش هكلمه كله مع بعض، انا بس هكلم الرقم 53 اللي هو دوت الاكسلوميتر، وبعدين في الخطوه الثانيه اختار الريجستر الداخليه اللي انا عايز اعمله. طيب اتفرجنا كده على الاردوينو وشفنا البنز بتاعتها والشانلز بتاعتها، تعالوا بقى نشوف طب ازاي نستخدمها عشان نبرمج. انا عارف ان انتوا سبقتوا في اللاب، وبالفعل جربتوا البرمجه ديت على ايديكم في لابس صغيره، بس يعني سريعا كده نقول انت المفروض بتفتح السكتش بتاع الاردوينو، في اهم زرارين الفيريفاي عشان تتشيك اذا كان في ايرور ولا لا، والابلود عشان تابلود الداتا بتاعتك على الاردوينو، لازم تاخد بالك ان انت تكون اصلا كونكتد عليها. السكتش ده اوبن سورس سوفت وير زي ما احنا عارفين، كل حاجه في الاردوينو اوبن سورس. لازم تكون مختار الاردوينو اونو او جينيو اونو، يعني هي بتظهر كده، وبتحدد البورت بتاعك. الكود بتاعك متقسم لجزئين، في جزء السيت اب وجزء اللوب. جزء السيت اب هيرن وانس، مره واحده بس اول ما البرنامج يقوم، وجزء اللوب ده بيفضل يلوب ورا بعض ويرن طول ما السيستم شغال، ولو في اي مشاكل او حاجه بتجيلك هنا في الايرور. لازم تتاكد ان انت واصل الاول على الاردوينو، على الاردوينو ديفايس عشان تقدر تتعامل معاها على البورد بتاعتها وعلى البورد، وتقدر تتاكد نوع الاردوينو اللي انت بتستخدمها ايه، اللي احنا يعني هنستخدمها هتكون الاردوينو اون. طيب خلاص عملت السيت اب بتاعك والدنيا تمام، نبدا بقى نشوف الاوامر اللي هنتكلم عنها. احنا مش هنتكلم في كل الاوامر، احنا هنختار بس شويه اوامر اللي هنتكلم عنها. طبعا الحقيقه انت تقدر تكتب عليها سي عادي خالص، بلوب، سب فور لوب، سويتش، اف، بفور، في انواع للديتا تايبس، يعني تقدر تكتب عليها كود كانك تكتب كود سي عادي، الا ان يعني في بس شويه اوامر خاصه بالاردوينو
هنحتاج نتعلمها او نستخدمها. سيريال برنت لاين فاليو ده عشان لو انت عايز تبعت داتا السيريال. خد بالك بقى هو ايه اللي بيحصل بالظبط. انت دلوقتي بتدي الامر ده وتكتبه عندك في سكتش، بعدين تطلب انك تحرق الكود اللي موجود على المايكرو كنترولر. الكود اللي موجود جواه امر اسمه سيريال برنت او لاين، ابعت على السيريال الفاليو الفلانيه. ايه ده؟ طب ده بعت طلب يبعت، هيبعت على السيريال الفاليو الفلانيه. هو مين اللي هيستقبل منه الفاليو الفلانيه دي؟ بالظبط اليو اس بي اللي انت موصله. فهترجع الفاليو دي تجيلك انت تاني على الكمبيوتر، فتظهر لك على شاشه السكتش الفاليو اللي هو دلوقتي بيبعتها ايه. دي بنستخدمها في ديبوجنج عاده، يعني عشان انا وانا شغال اتشيك انا ايه اللي بيحصل دلوقتي في الكود. في امر البين مود، لازم تحدد المود بتاعك. المود بيكون واحد من ثلاثة، يا اما انبوت يا اما اوتبوت، ويا اما المود الثالث هو نوع من الانبوت هنتكلم عليه بعد شوية. لازم تحدد في بداية البرنامج بتاعك في السيت اب، تحدد المود بتاع كل بين عندك هتستخدمها عشان تقدر تستخدمها، تريد منها، ترايت عليها، الكلام ده كله. وعندك الاوامر اللي بتقدر تستخدمها، عندي ديجيتال رايت، وعندي ديجيتال ريد، عندي انالوج رايت، عندي انالوج ريد، عندي اوامر الاف والفور والوايل، الحاجات دي تقدر استخدمها فعليا. وعندي اوامر السيريال كوميونيكيشن، طبعا عندي اوامر كتير تانية بس دي الاوامر السيريال ممكن نستخدمها وخلاص، يعني نقدر نعمل بيهم شغلنا. لازم نكون فاهمين الريزستورز ونكون عارفين كل ريزستور نحسب هي قيمتها قد ايه. الالوان بتاعة الريزستور بتحدد لي قيمة الريزستور. اول لون كده على اليمين بيحدد لي الاكيوسي بتاعتها، وبعدين بتحدد لي مثلا اللونين دول عشان يحددوا لي الرقم بتاعها، واللون الاخير بيكون الفاكتور اللي بيتضرب فيه، سواء لو هي 4 خطوط في ريزيستورز 5 خطوط او 6 خطوط. يعني ترجع للتشيت عشان تشوف الريزيستور بتاعتك. الحقيقه الريزيستور دي بتكون حاجه صغيره قوي، الا انها مع انها صغيره قوي لكن بتعمل عمايل كتير قوي. في المفروض ان انا في ريزيستورز متغيره برضو بتقدر تساعدني، عشان دي بتكون خط الدفاع والحماية عن الديفايسز اللي موجودة في السيركت بتاعتي. اوكي. طيب لو افترضت ان انا عندي شوية ليدز وعايز انورها او اطفيها، احنا قلنا ان بين 13 واصلة على الليد الانترلان اللي موجودة جوه الاردوينو، جاية مع الاردوينو، ودي برضه بتساعدني في الديبوجنج احيانا لو انا مش عايز اركب ديفايس او ليد من بره عشان انورها. فانا في البرنامج اللي قدامي ده انا بدات وعرفت بين 13 انها اوتبوت، يبقى كده هي اوتبوت اقدر ابعت عليها داتا. وبعدين ناديت فانكشن بلينك 1. بلينك 1 بتدي ايه؟ بتحط هاي على بين 13 وتصبر شويه. 500 هنا مع امر ديلي، يعني 500 ملي سكند، نص ثانية. اوكي. طيب وبعد كده بتعمل ديجيتال رايت لو، وبعدين اللو دي معناها ان هي هتقف وتستنى نص ثانية تاني. اوكي. فبلينك دي شغلتها انها بتنور بين 13، تستنى نص ثانية وتطفيها وتستنى نص ثانية. اوكي. طيب ايه بقى اللي هيحصل جوه اللوب؟ لو انا ناديت بلينك مره واحده كده في السيت اب هتتنفذ مره واحده، يبقى الليد هتعمل بلينك مره واحده. لكن لو الكود دوت نفذته هنا جوه اللوب، هتلاقي الليد عماله تنور وتطفي، تنور وتطفي، تنور وتطفي ورا بعض، سواء انت كتبت الكود هنا او برضه كتبت فانكشن بلينك ورحت ناديتها هنا، يعني هي مش فارق. اوكي. طيب فكده ده التعامل مع الليدز.
في عندي ليدز بتكون اسمها RGB ليد، اللي هي بتنور بكذا لون. الحقيقة يعني احنا مش شرط انك تستخدمها كتير، انت بتستخدمها يعني لو انت فعلا عايز تنور كذا لون، وبتحتاج توصلها على 3 بنز علشان توصل لك، يعني مش بتاخد بين واحدة تنور وتطفي، لا ده هي بتاخد كذا بن علشان تحدد اللون بتاعها، وممكن كمان تحدد البرايتنس بتاعها احيانا يعني، بس على حسب انت عايز تبعت كمية قد ايه من اللون، يعني اللي هي كأن اللون ده يكون انالوج. فلو انا عايز اشتغل مثلا على اني انور بين RGB، فهختار 3 بنز واوصلهم عليها واخليهم اوتبوت. هنا بدي سيريال توت بيجين 9600، معناها اني بس بجهز السيريال بورد عشان هبأدي بعد كده اوامر السيريال دوت برنت لاين. ف 9600 ده اللي هو البيت ريت بتاعي اللي كنا اتكلمنا عنه الترم اللي فات. اوكي، الكود اللي بيحصل هنا هو انه عشان يحسب البرايتنس، خد بالك انا اهم حاجه في الكود هنا كانت سيجنال انالوج رايت. انا هنا ما اديتش على البن ديجيتال رايت، يعني ما قلتلهاش 0 و1، لا انا قلت انالوج رايت. انالوج رايت معناها انك مش تبعت لي 1 او تبعت 0، لا ان انت هتبعت نسبه، وبالحركه دي كده تخليني اقدر ابعت الوان، ان انا مش هدي بس الالوان الاساسيه او احمر وازرق واخضر وخلاص، لا ده انا اقدر ابعت نسبه من اللون واقدر اجنريت الوان كتير مختلفه. طيب دي كده على التعامل مع الاوتبوت. طيب بالنسبه بقى للانبوت، لما اجي اتعامل مع الانبوت، لو افترضت مثلا اني وصلت مفتاح علشان اليوزر لو داس لي عليه هخلي اللمبه تنور، لو شال صباعه هخليها تطفي، او تفضل هستخدمه بالسويتش دوت. فاول حاجه احنا هنحتاج نعرف البين بتاعتنا ان هي انبوت، يعني ناخد المفتاح ده نوصله على بين ان هي انبوت، وجوه اللوب اقعد اعمل ديجيتال ريد للديتا اللي جايه من هنا. طيب تمام، دي حاجه جميله قوي، بس لو خدت بالك هنا هتلاحظ ان انا معايا هنا ريزيستور. المقاومه دي بتعمل ايه؟ المقاومه دي بتتفادى مشكله اسمها الفلوتنج بين. اصل لو تخيلت مثلا ان انا جيت رحت واخد الزرار دوت وصلته ناحيه بالفي سي سي مثلا وناحيه بالبين بتاعتي، يعني لو اليوزر داس على الزرار دوت هيوصل الفي سي سي بالبين بتاعتي يجي لها واحد، لو شلت صباعي ايه اللي هيحصل؟ البين دي مش هتبقى واصل لها حاجه. ايه ده، بس انا قايل عليها انبوت، فايه الداتا بقى اللي هتجيلي منها؟ لو جربت الموضوع ده هتلاقي ان الداتا جايه لك من البين دي جاربج، مره تجي لك صفر ومره تجي لك واحد. ايه ده يا عم، بس انا مش موصل عليها حاجه اساسا، لا صفر ولا واحد ولا اي حاجه. ما اصل طالما فلوتنج يبقى اي حاجه بقى ممكن تجي لك منها، تجي لك جاربج. فعلشان كده بنعمل فكره الريزيستور دي، فكره البول داون ريزيستور دي معناها ايه؟ ان انا عندي هنا السويتش، لو اليوزر داس على الزرار دوت فاللي هيطلع لي اوتبوت هيكون الفي سي سي، طب لو هو شال ايده ساعتها الاوتبوت اللي هيجي لي هيكون جراوند. الريزيستور ديت بتمنعني ان لو اليوزر داس على الزرار ان يطلع لي حاجه من الجراوند. البول اب ريزيستور العكس، البول اب ريزيستور ان انا دلوقتي ده الاوتبوت اللي خارج لي، لو اليوزر شال صباعه وشال مش دايس على السويتش فهنا خلاص مفيش اتجاه للاوتبوت، الاوتبوت هيجي لي داتا من الفي سي سي فيطلع لي واحد، لكن لو اليوزر داس زرار على الزرار ساعتها هنا في ريزيستور، هنا مفيش حاجه، فبالتالي جراوند هو اللي هيخرج لي، فده كده البول داون ريزيستور. البول اب ريزيستور. طيب فبالتالي لو انا هوصل سويتش لازم على بين وعايز اضمن انها ما تكونش فلوتنج بين، فلازم احط لها ريزيستور علشان تحدد لي
عشان تحافظ ان ما يجيليش جارفيج على البين دي. طيب الحقيقة ان انا جوه الاردوينو في حاجة اسمها في بول اب ريزيستور، فبالتالي انا كنت قلت انا عندي انواع البينز، يا اما بحددها ان انبوت، يا اما بحددها اوتبوت، يا اما ممكن احددها انبوت بول اب. انبوت بول اب يعني انا بضمن في الحالة دي ان البين دي دايما هيكون جاي لي عليها داتا، سواء يعني حتى لو السويتش او الانبوت اللي جاي لي كان اتفصل عنها هي هتجيب لي دايما داتا. فكرة الانترابت، الهاردوير انترابت زي ما احنا عارفين ان انا بيكون في ديفايس بتعمل اكشن او بتعمل ايفنت، فالمايكروبروسيسور اونلاين بيحس بالايفنت ده فيسيب اللي في ايده ويروح ينفذ شغلانة معينة. لو تخيلنا ان انا عايز اقعد اطلع اول ما اليوزر يدوس لي على الزرار اغير الستيت بتاعه الليد، او لو افترضنا بقى حاجه مثال عملي، تخيلنا ان انت بتعمل بروسيسنج في سيستم عمال مثلا بيقيس درجه الحراره والرطوبه وبيطلع معلومات عن المكان، لكن لو درجة الحرارة زادت عن حاجة معينة عن قيمة معينة أنا عايز السيستم يعمل قرار، بس عايز الموضوع دوت ما يوقفليش بقية السيستم، يعني مش كل شوية أروح أشيك مثلا على فاير ديتكتور عشان أشيك هو في فاير ولا لأ، السيستم بتاعي شغال مش كل شوية أروح أعدي أشوف في فاير ولا لأ. مش بس كده، فإن أنا كنت بعمل تاسك طويلة ومعقدة وبتاخد وقت وحصل حريق، الفاير ديتكتور اداني انذار، فمش هقعد استنى لحد لما اخلص اللي في ايدي وبعدين اروح اتشيك على الفاير ديتكتور تكون الدنيا ولعت. فعشان كده ببقى عايز اوصل الفاير ديتكتور ده بالذات على انترابت بين. فانا عندي اتنين بينز، بينز اتنين وتلاتة في الاردوينو اون، دول انترابت بينز، يعني اقدر اوصل عليهم انترابت. ازاي بنعمل بالطريقه دي؟ باجي هنا اعرف الانتربت بين بتاعتي اللي هي مثلا هنا انتربت بين اتنين، وبقول ان البين مود بتاعها هنا مثلا في حالتي كان انبوت بول اب، بس عشان انا موصل على سويتش لكن الحقيقه لو وصل على حاجه وصل على طول عادي ممكن استخدم انبوت عاديه بس. وبعد كده بعمل اتاتش للانتربت بالشكل الفلاني، بقول له اتاتش انتربت digital pin to interrupt الانتربت بين اللي هي اتنين، وبعدين الفانكشن اللي هتتم او اللي هو الاي اس ار انتربت سيرفيس روتين، وبعدين هنا تشينج معناها ان الستيت تشينج. انا ممكن تكون عندي لو او هاي او تشينج، يعني ممكن تكون الحاجه بتنفع مع يعني الانتربت هيتنفذ لو قلبت لو البين دي جت لو، لو كانت هاي او لو غيرت حالتها يعني لو هاي او من هاي لو اي حاجه يعني. اوكي وهنا بلينك دي فانكشن ان احنا بنكون كاتبينها اللي هتتنفذ وقت ما يحصل الانتربت دوت. خد بالك طالما انت قررت تستخدم انتربت يبقى مش مسموح لك تستخدم ديلي فانكشن امي ديلي او فانكشن اسمها. اصلا انا ما ينفعش يكون عندي اكتر من انتربت يتنفذوا في وقت واحد، بمعنى ديلاي دي عشان تشتغل هي اصلا معتمد على انتربت بيجي لها من التايمر اللي موجود على البورد. طيب بس طب هو هيعمل ايه لو هو جاي شغال في انتربت وجاله انتربت تاني؟ لا مش هينفذه، هيمكن حد ما يخلص انتربت وهي بعدين يروح ينفذ انتربت التاني، فبالتالي امر ديلاي ما ينفعش. لكن في امر تاني اسمه ديلاي ميلي سكند، هو ده اللي ممكن استخدمه زي ما هنشوف دلوقتي بعد شويه يعني. طيب ناخد مثال، لو انا عايز اقرا قرايه من التمبريتشر سنسور، فدي المفروض انلوك انبوت بنوصل التمبريتشر سنسور اللي احنا شفناه بتاعنا دوت،
ال VCC و Ground و ال data بتاعته، المفروض ال data اللي هتجيلي هيجيلي قيمة، احنا عارفين ان القيمة هتتراوح من 0 ل 1023. طيب بس في نفس الوقت احنا عارفين التمبريتشر سنسور دي لازم نشوف هي بتكون شغالة ازاي، علشان على حسب الفاليو اللي جاي لان الفاليو اللي جاي منها اقدر احسب القيمة المقابلة ليها من الـ ADC زي ما حسبنا في نهاية المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. طيب ده بالنسبة لكان الانالوج انبوت. طب افرض انا عايز اطلع انالوج اوتبوت، انالوج اوتبوت على حاجة زي دي سي موتور. دي سي موتور ده بوصله سلكة، يا اما تشغله يا اما تفصله، اقدر اتحكم في سرعته من خلال كمية الفولت اللي وصله. احنا قلنا انا مش هينفعني اني ابعت عليه داتا ديجيتال، فانا عايز ابعت له حاجة شبه الانالوج. فانا ممكن اعمل الاتي، لو انا عملت له كده قلت له ديجيتال رايت وحطيت على البن بتاعته واحد وبعديها ديلي شوية وبعدين رحت عامل حطيت عليها زيرو، يبقى كده المفروض ان الموتو هيشتغل لمدة ثانيتين بأقصى سرعة بعدين يقف كده. انا حركته صحيح بس مش قادر اتحكم في سرعته. طب ازاي اقدر اتحكم في سرعته؟ هنا بقى هنبدأ نستخدم الـ Pathways Modulation اللي هي من خلال الانالوجات. يعني في البداية هوصل الموتور على بين وحدد ان البين دي اوتبوت. في اللوب ديت الفور لوب الاولانية انا بعدي عمال ابعت نسبة انالوجات للدي سي موتور وعمال تزيد علشان ابدأ ازود سرعته تدريجيا لحد ما اوصل لاقصى حاجة، وبعد كده هرجع اقلل سرعته بانالوج رايت واقلل الاي اللي هي النسبه بتاعه الباس ويدث لحد ما هيوصل لنص سرعته، وفي الاخر هيفضل يعمل الموضوع ده كده تدريجيا، وفي الاخر هبعت عليه زيرو كده انا وقفته. طب خلاص انا عايز اوقف السيستم بتاعي، بنيجي في الاخر نقول له وايل وان كده انا هنكت السيستم. حقيقه انا هنكت، دي حركه يعني مش صح يعني قوي، بس يعني انا كده هقدر اوقف السيستم بتاعي بيه وايل وان كده انا وقفت الاخر مش اي حاجه. فالمفروض ان احنا دلوقتي لما نيجي نعمل الشغل بتاعنا بنحتاج نكتب كود سي او سي بلس بلس شبهه، يعني بنستخدم اي في ار جي سي سي عشان يعمل كومبايليشن. ممكن نحتاج نعمل لينك على باكج بتكون دوت هيكس، ملفات دوت هيكس دي اللي هي اكسترنال لايبريز. وبعد ما بخلص الكود بتاعه واعمل له لينكينج بحتاج بقى ابلوده على الفلاش ميمو بتاعت الاردوينو اللي هو ما يوازي الهارد ديسك يعني بتاع ابلود الفايل دوت. طبعا احنا عارفين احنا كل شغلنا ده بنابلود على الفلاش ميموري. الفلاش ميموري بتستحمل ان اريد وريد منها يعني عدد كبير من المرات. طيب افرضنا انا عايز اسيف داتا اثناء ما السيستم شغال. هنا بقى انا ممكن استخدم الاي سكوير بي روم الاي اي بي روم علشان اريد فيها الداتا والسيستم شغال، الداتا بتفضل موجوده فيها حتى لو البورد تيرنت اوف. وزي ما قلنا يعني في المحاضرة اللي فاتت لما قعدنا نتكلم عن الفروقات بين الـ EEPROM روم والفلاش روم، بس الفكرة ان احنا هنا في الـ EEPROM روم المفروض ان انت ما تكتبش الفاليو الا لو كانت مختلفة علشان تحافظ على الـ EEPROM روم، لانها زي ما قلنا ليها حد اقصى من عدد مرات القراية والكتابة، إلا إنها بتكون أسرع في التعامل معاها. يعني هي أحسن في القراية بس أوحش لو أنا أكتب كتير فيها لأنها يعني بتخلص بعد عدد من المرات. فعلشان كده لو إحنا عايزين نستخدم EEPROM بنعمل include library EEPROM.h. أقدر أرايت بالأمر أرايت EEPROM.write وأكتب أحدد أدرس معين فيها أرايت في value. ودي الطريقة اللي هي بتاعت الرايت فيها. لو انا عايز الرايت فيها بحدد الادرس الرايت فيه والفاليو اللي انا عايز اكتبها ديت،
الفاليو دي لازم تكون بايت طبعا من 0 ل 255. لو عايز اريد هيد نفس الطريقة استخدام الريد.